الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا اخبار كتيره، لكن ضيفنا هيكون المحلل السياسي الاستاذ شبلي تلحمي قادما من واشنطن. دكتور شبلي بيحاضر في احدى الجامعات الامريكيه، هيكلمنا عن وجهه نظره كيف يرى مستقبل الشرق الاوسط، القضيه الايرانيه. والنهارده تم ابرام اتفاق هام جدا بين ايران وبين الدول الغربية بما يسمونه 5+1 أو 5+1، الدول الغربية وإيران، وحصلت في إيران على استمرار تخصيب اليورانيوم ولكن بنسبة 5%، في عدد من الاشتراطات الأخرى تتعلق بحظر التخصيب بأعلى من 5%، وأيضا تتعلق بأحد المفاعلات النووية اللي كان الغرب معترض عليها. في مقابل ذلك تحصل إيران على مساعدات، مش مساعدات ولكن إفراج عن أرصدة إيرانية وأموال، يعني ثمنا للبترول الذي تصدره إيران ب7.5 مليار دولار. من المتوقع أن هذه الأموال تنعش الاقتصاد الإيراني وتبث فيه أيضا يعني أموالا جديدة واستثمارات جديدة، أيضا وقف أي ضغوط جديدة أو وقف أي عقوبات جديدة تفرض على إيران في الستة أشهر المقبلة. وخلال الستة أشهر ده اتفاق إطاري الحقيقة، خلال هذه الستة أشهر هيكون في بقى هيئة الطاقة الذرية هتبحث الوضع في إيران، هتكشف على المفاعلات الإيرانية، على تخصيب اليورانيوم، تتأكد من التزام إيران بما وعدت به. النهاردة الجانبين الحقيقة تحدثا عن يعني اتفاق تاريخي، الغرب اعتبر ان ده اتفاق تاريخي يعني يحجم قدرة ايران على تصنيع القنبلة النووية، لكن على الجانب الاخر خرج الرئيس الايراني روحاني يؤكد ان ايران مستمرة في تخصيب اليورانيوم كما هي وبدون اي ضغوط وبدون اي تغيرات في المعدلات التي كانت تصنع به او تخصب به اليورانيوم. زي ما احنا عارفين تخصيب اليورانيوم لنسبة 20% هو ده الخطر، يعني هو ده المشكلة اللي دايما فيها الانتقال من مجرد تخصيب للطاقة النووية العادية أو انتقالا إلى التخصيب لتصنيع القنبلة النووية. إسرائيل منزعجة جدا من هذا الاتفاق، الدول العربية تباينت الردود الأفعال، إمارات رحبت، سوريا الحكومة رحبت، السعودية بعض التعليقات منها بدت منزعجة مما بعد هذا الاتفاق وماذا تريد إيران أن تحصل عليه من نفوذ في المنطقة وما تسهله لها الولايات المتحدة من نفوذ في المنطقة بعد هذا الاتفاق. هنتكلم مع الدكتور شبلي تلحمي على كل هذه الأمور، وعلى أيضا كيف ترى أمريكا الوضع في مصر، كيف يرى الشعب الأمريكي، think tanks الأمريكية أو أجهزة البحث الأمريكية، كيف ترى الوضع في مصر. أيضا هنتكلم على إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، كيف يتم ذلك، ربما يعني يضيء لنا الدكتور شبلي تلحمي بعض الإضاءات حول ذلك، خاصة أن كثير من المنظمات الأخرى، حزب الله، حماس، أنصار بيت المقدس، كل هذه الجماعات مدرجة كجماعات إرهابية في الولايات المتحدة، وده الحقيقة بيمنع تداول الأموال، بيمنع لقاء القيادات الأمريكية بهذه الجماعة، ونحن مستمرون في هذه الحملة ونكلمكم عليها بعد قليل ماذا توصلنا إليه، لأنها حملة شعبية وليست حملة من برنامج أو من جماعة ضغط، هي حملة شعبية، الشعب هو اللي هيأثر، الشعب هو اللي هيجبر هذه الحكومة أن تدرج الجماعة كجماعة إرهابية وتتواصل حملته لكي يصبح الأمر دوليا. لكن نبدأ بالخبر الأهم النهاردة وهو إصدار السيد الرئيس لقانون التظاهر بعد تعديله طبقا لما يعني قال به المجلس القومي لحقوق الإنسان. النهاردة السفير إيهاب بدوي أعلن ذلك في مؤتمر صحفي، وبالفعل نشر القانون في الجريدة الرسمية. القانون ده بيقول إيه؟ القانون ده بينظم حق التظاهر لكل من يريد أن يتظاهر، سواء لاجتماع انتخابي، سواء تظاهر واعتراض على شيء، تظاهر فئوي، بينظم هذه الحقوق.
طب خلينا نسمع جزء من المؤتمر ثم نعود مرة أخرى نفصل لكم هذا القانون. المادة الأولى بتنص على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون. فيما يختص بالمادة الثانية فهي بتتناول تعريف الاجتماع العام وبما في ذلك الاجتماعات الانتخابية. المادة الثالثة تختص بتعريف الموكب. المادة الرابعة تختص بتعريف التظاهرة. فيما يختص بالمادة الخامسة فيتشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها. طيب القانون طويل، لكن خلوني أقول لكم ما لم نسمعه من سيادة السفير، لأنه الحقيقة المؤتمر الصحفي كان طويل، وهو أولا الإخطار أنه لابد من إخطار قسم الشرطة أو الداخلية أو من يعني قسم الشرطة أو مركز الشرطة، لابد من الإخطار بالتظاهر أو بالنية في التظاهر في فترة من 15 يوم لثلاث أيام، يعني أقل فترة هي ثلاث أيام قبل المظاهرة لابد من الإخطار، إخطار الداخلية بذلك، وطبعا هذه المدة تتقلص إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا. الاختيار بقى بيكون بإيه؟ مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب والمظاهرة، ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو المظاهرة، موضوع الاجتماع العام أو المظاهرة، أسماء وأفراد الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم. أيضا مادة مهمة جدا بتقول إنه من حق وزير الداخلية إنه هو يلغي هذه المظاهرة إذا وردت لديه أسباب، ولابد أن يكون مسببا، هذا الإلغاء لابد أن يكون مسببا إن هو يلغي هذا الاجتماع إذا ما وردت إليه معلومات أن هذا الاجتماع فيه خطر على الأمن العام. طبعا القوات بقى ايه اذا ارادت ان تفرق المظاهرة، يعني جات المظاهرة واخطرت وكذا ثم فوجئوا بالمظاهرة دي فيها سلاح او فيها او خرجت عن الامن العام، ايه بقى الـ كيف تفرقها؟ في مجموعة من القواعد. واحد، مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو المظاهرة يعني بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع بفض الاجتماع. اثنين، في حالة عدم الاستجابة المشاركين في الاجتماع العام للانذارات بالانصراف عندنا مجموعة إجراءات، استخدام خراطيم المياه، استخدام الغازات المسيلة للدموع، استخدام الهروات. ونبتدي خطوة المادة اللي بعدها، المادة 13، في حالة بقى عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة هيعمل ايه؟ ولجوء المظاهرة لأعمال عنف يقوم التدرج، قوات الأمن تتدرج في استخدام الآتي، استخدام الطلقات التحذيرية، استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، استخدام طلقات الخرطوش المطاطي، استخدام طلقات خرطوش غير المطاطي، وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة لاستخدام الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي يتم التعامل معها لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الحظر الخطر المحدق بالنفس والأموال والممتلكات. العقوبات بقى، العقوبات وهنا دي عليها خلافات الحقيقة، لأنه العقوبات يرى البعض أنها عقوبات مشددة، يعني عقوبات قوية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد نارية خلال كذا، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبات كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم التظاهرة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تتجاوز 5 سنوات 5 سنين وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 7 من
القانون. إذن هذا هو قانون التظاهر، كان في مجموعة من التعديلات طلبها المجلس القومي لحقوق الإنسان. الحقيقة مش عارفين إن كانت هذه التعديلات بالفعل أخذ بها ولا لأ. بعض التعليقات يعني مثلا ناشط جورج إسحاق عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان بيقول إن بعض هذه التعديلات لم يؤخذ بها، لكن خلونا نتوثق من هذه المعلومات. نسمع الأول من سيادة اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية السابق. سيادة اللواء، هل هذا القانون يساعد الداخلية على وقف عبث الإخوان وتظاهرات الإخوان؟ إزاي هيقدروا يطبقوه؟ مساء الخير يا أستاذ رميس. الحقيقة احنا طالبنا كتير بضرورة وجود قانون يحكم أو ينظم حالة التظاهر السلمي، ولازم أنا أؤكد على كلمة السلمي دي أو السلمي أكتر من إنها تبقى تظاهرة غير سلمية. التظاهر السلمي مباح وحق المواطن لا يستطيع أن يقوم به بمجرد اتباع الضوابط اللي موجودة في القانون، والضوابط دي مش صعبة ولا فيها. أنا النهاردة سمعت من كثير من الحقوقيين إن في مغالاة وإن في تقييد لحرية المواطن. بالعكس، كل القانون كل ما كان هناك ضوابط لتنظيم الحق كل ما كان هذا افضل، بدلا من ترك الامر للغوغاء ولترك الامر للتظاهرات المسلحه اللي احنا عانينا من ولادتها. طيب. وكان اخرها امبارح او اول امبارح. سياده اللواء، طب سؤالي بس، ازاي الداخليه هتطبق ده؟ بمعنى ان اكيد تظاهرات الاخوان مش هتاخد اذن ومش هتقدم اخطار. احنا حتى يعني قضيه الاخطار وانه لو رفض ده وزير الداخليه نذهب الى القضاء، لكن لا، هو اذا امتنع التنظيم عن اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون ستتم المواجهه فورا، وده التكتيك التغير التكتيك لوزاره الداخليه. النهارده تيجي تقطع طريق، تيجي تعتدي على منشاه، تيجي تضرب نار، انا هواجهك فورا وده حقي دون ما لجوء الى قانون التظاهر او غير قانون التظاهر. ايه اللي مختلف بين ده وبين القوانين اللي فاتت؟ يعني كتير كانوا بيقولوا ان قانون التظاهر القديم مع تغليظ بعض العقوبات يكفي. الحقيقه ده قانون اكتملت مواده بكيفيه الاختيار ومده الاختيار وموضوع التظاهرة او موضوع الاجتماع، يعني الحقيقه لم المساله كلها، وفي الاخر خالص حدد العقوبات اللي ممكن توقع على من يخرج على هذا القانون. هو ده الفرق. يعني دلوقتي في النهايه لو في مظاهره قامت من 500 فرد، 500 والحقيقه قوتهم على الحشد اصبحت ضعيفه جدا، لكن مظاهره قامت من 500 فرد، 500 من الجامعه من اي مكان اخر، وطلعوا تظاهروا بدون اخطار، هنا بقى هقدر اقبض عليهم كلهم او هفرقهم بكل هذه السبل المختلفه؟ بالظبط كده، بيتم انذارهم بانهم خالفوا القانون، واذا لم يلتزموا يتم التفريق بالاسلوب اللي سدك على الطيف الاول ده. وبعدين اذا اي حد استخدم العنف منهم بيتم القبض عليه وعرضه على النيابه فوق. اذا حضرتك شايف ان هذا القانون يساعد وزاره الداخليه على ايه؟ مواجهه المظاهرات ولا على منع المظاهرات الاخوان؟ هنا بتكلم على الاخوان اكتر من المظاهرات التانيه. لا الحقيقه ما بيساعدش على الملعب بقدر ما هو بيساعد على تنظيم التظاهرات، وبيساعد على حقن الدماء، وبيساعد على بعد عن العنف. واللي عايز يلتزم اهلا وسهلا يلتزم، هيمشي وفقا للقانون، اللي مش عايز يلتزم هيعرض نفسه للمسائل والعقوبات. بشكرك سياده اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخليه السابق. ايضا معايا محمود نبوي مسؤول المكتب الاعلامي لحركه محمد نبوي مسؤول المكتب الاعلامي لحركه تمرد. محمد، هل لديكم قلق ان هذا القانون الذي صدر ربما يحد او يعرقل تظاهرات اخرى لغير الاخوان؟ يعني هذا القانون مش بس قايم على الاخوان، ولكن المجتمع كله فيه تظاهرات مختلفه، القلقانين من انه يحد الحركه ويقيد الحريات؟ طيب، اولا خلينا ناخد نظره بانوراميه بسرعه كده عن الامر. حق التظاهر هو حق اصيل، مش منحه من الدوله او من السلطه للمواطن، ولازم نكون عارفين ان رئيس الجمهوريه الشارع عبد المنصور اللي اصدر مرسوم بقانون النهارده هو نفسه جيب التظاهر، وحكومه البدلاوي ربنا ينفخ قصورتهم كده ويشوفوا الشعب عايز ايه ويعملوه، هم برضو جايين بالتظاهر. فلازم نكون واقفين الاول عند النقطه دي. قانون التظاهر تنظيم التظاهرات بالتاكيد جدا احنا مع قانون ينظم التظاهرات زينا زي دول العالم كلها، لازم نبقى عارفين المظاهره بتبتدي امتى وبتنتهي امتى عشان نقدر نحد من حاله الارهاب الممنهج اللي موجوده في الشارع. ولكن خلينا نكون واضحين، هل القانون ده هيطبق لمده اسبوع ويتلغي، ولا القانون ده معمول بس عشان تظاهرات الاخوان، ولا القانون ده معمول لكل المصريين عشان كل التظاهرات؟
معمول لكل المصريين عشان كل التظاهرات، وبالتالي لازم نكون عارفين ان في اشياء كتير جدا فيه غير منطقيه وغير مقبوله وهتولد كراهيه بين مؤسسات طيب. الدوله وبين الشارع. زي ايه بقى يا محمد؟ زي ايه؟ على سبيل المثال، اولا فكره وضع كلمه الاجتماعات العامه، يعني ايه الاجتماعات العامه؟ يعني انا النهارده لو عايز اجتمع باعضاء الحركه عندي مثلا مكونين من 100 فرد. معنى كده بقى ان انا مطلوب مني ان انا لازم اروح اخد اذن بالاجتماع قبلها بثلاث ايام، اقول لهم انا هتكلم في ايه؟ هعمل ايه؟ واسوي ايه؟ وحضرته لو قال لي لا يبقى انا ما اعقدش الاجتماع بتاعي، ما هو مفهوم الاجتماعات العامه ده مفهوم مطاطي، اعتقد ان القانون اسمه تنظيم التظاهرات، ملوش اي يعني عايزه ان احنا نحط كلمات مطاطيه في النص نبتدي ندرك تحتها بنود كتير. النقطه الثانيه ودي الاهم من وجهه نظري، هو فكره ان من حق وزير الداخليه انه يرفض اقامه المظاهره وبابداء اسباب او غير الاسباب، ايا كانت الاسباب، الاسباب ما حدش بيغلب فيها. هي الازمه كلها انا ليه اصلا اصدر الواجهه الامنيه للحكومه؟ يا جماعه ما دام انت عندك حق ان انت تاخد مظاهره، خد الاذن بتاعها وانزل اعملها، لو تجاوزت وانحرفت عن السلميه عليه يتعامل معاك، ما هو القانون ناصص ازاي يتعامل معاك؟ انما ليه اصلا احط فكره ان يكون في نيه مبيته عند الداخليه انها لغت لي المظاهره، فانا اقول هي ليه لغت لي المظاهره؟ لا ده هي مش عايزاني اصلا اتظاهر، طب انا هنزل اتظاهر ضد الداخليه. يبقى انا هنا هولد كراهيه ضد مؤسسه ما صدقنا ان احنا قدرنا نعالج الازمه معاها في الشارع. يعني هي دي نقطه برضو لازم الناس يكونوا واخدين بالهم، واحنا بنقر قانون في مرحله مهمه وخطيره زي دلوقتي. ايوه احنا عندنا ارهاب ممنهج في الشارع، ايوه عايزين نوقف اعمال السفح اللي بتحصل كل شويه 30 40 يعطلوا حال البلد كلها، احنا مع كل ده، ولكن برضو عايزين نقر قانون بعد انجاز عظيم الشارع عمله في 30 يونيو يليق بهذا الشعب. يعني ما ينفعش نستخف بالناس، ولازم نكون عاقلين واحنا بنحط الطرح ده. واعتقد ان المجلس القومي لحقوق الانسان اللي عينوه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه برضه هو اللي بعت لهم المقترحات وقال لهم لابد ان انتوا تعدلوا كذا وكذا. هل معلوماتك ان هو لم يؤخذ بهذه التعديلات؟ لم يؤخذ بكل التعديلات بالفعل، والنقط اللي لم يؤخذ بها كلها ولا اخذ بالبعض والبعض لا؟ اخذ ببعض، اخذ يعني بعض حكم مجلس الدوله وضح ان تم الالتفات لبعض النقاط اللي وضحتها حقوق الانسان مجلس القومي لحقوق الانسان، وبعض النقاط يعني هي قالت ان الحكم قال ان هي التفتت لكل الكلام ده، ولكن الحقيقه ان اعضاء مجلس القومي لحقوق الانسان بيقولوا ان في بعض الحاجات اخذ بيها وبعض الحاجات لم يؤخذ بيها. فهي دي ازمه، الازمه دلوقتي انا مش عايز اصدر الواجهه الامنيه للدوله ثاني مع الناس في الشارع. وبعدين يعني المنطق بيقول، انا عايز اسال سؤال، الفئه العماليه اللي كانت فاعل اساسي ورئيسي في كل التظاهرات وفي الثوره المصريه من بدايتها وحتى الان، النهارده لو في مجموعه من العمال عندهم ازمه مع صاحب الشغل، والناس دي ما اخذتش ارباحها وما اخذتش مرتباتها، والناس دي ما قدامهاش اي حاجه تعملها غير ان هي بتعتصم في مكان عملها، طب هو دلوقتي بيحظر الاعتصام، الناس دي تتضرب بالنار ولا الناس دي تجيب حقها ازاي؟ الناس دي تروح تكلم مين؟ انا ليه هنا بحط مجال كبير قوي للراسماليه ان هي تتحكم في الحاله العماليه؟ ما تخلينا بقى نتكلم الموضوع بقى من منظور اقتصادي تاني. بس انت عندك دستور على فكره مش راسمالي خالص، انت دستور ده منحرف يسارا يعني، ف ايا كان صياغه الدستور يعني اللي طالع ده منحرف يسارا خالص. اتفضل. ان كان هذا الدستور هذا القانون سيتعارض مع منهج هذا الدستور، طب ليه اخروه دلوقتي؟ طب ما احنا كان عندنا تصور تاني، طب ما نستنى البرلمان القادم اللي يكون منتخب من الشعب يعبر عن الشعب يصدر قانون، وفي المرحله اللي احنا فيها عندنا قانون ارهاب، ليه ما بنطبقوش؟ طب ما احنا كان عندنا حاله طوارئ، ليه ما استخدمتوش الحكومه مع الارهابيين فعلا اللي كانوا بيأذوا الارهاب؟ طب يعني انت متوقع ان هذا القانون يعني لو في مجلس شعب مثلا خلال نقول ايه اربعة اشهر مثلا، ان هذا القانون سيكون لو انتوا ليكوا مكان في مجلس الشعب او انتوا هتنزلوا في اي انتخابات في مجلس الشعب، هل ده تعديل هذا القانون هيكون في مقدمه مطالبكم؟ طيب ان تم اقرار هذا القانون ان شاء الله يكون لنا ممثلين داخل البرلمان. ما خلاص لا هو صدر الموضوع انتهى، هو صدر اتفضل. ان طبق هذا القانون سيكون اول مطالبنا في اول جلسه لانعقاد مجلس الشعب هو المطالبه بتعديل هذا القانون. انت بتشكك في تطبيقه؟ القانون صدر. لا يعني مش بشكك في تطبيقه، بقول هو لسه ما اتطبقش. هو اتطبق تاني يوم من نشره في الجريده الرسميه. هو صدر النهارده في الجريدة الرسمية ونشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي تطبيق بيكون تاني يوم من نشره في الجريدة الرسمية. أنا مش معترض، عندنا قانون إرهاب برضه مطبق ومنشور في الجريدة الرسمية بقاله فترة، والحكومة لحد النهارده ما طبقتوش على إرهابيين بيطبقوا فعلا إرهاب في الشارع. يعني الحكومة هي اللي بتتعامل مع الإرهابيين اللي في الشارع على إنهم نشطاء سياسيين. وهل فكرة قانون تنظيم التظاهرات دلوقتي هو اللي هيحد من التظاهرات الإرهابيين اللي بتحصل في الشارع؟ بالعكس، انا شايف ان الامر غير كده خالص، انا شايف ان هم كان لازم يكون في حد
من خلال قوانين موجوده. فانا احنا عندنا قانون اجراءات جنائيه ما شاء الله في يعني في كل كبيره وصغيره كانوا يقدروا يفعلوا بس القانون لا اكثر ولا اقل. يعني انا من وجهه نظري الشخصيه شايف ان قانون العقوبات قانون العقوبات. بشكرك محمد نبوي مسؤول المكتب الاعلامي لحركه التمرد. اذا كالعاده قانون التظاهر حوله جدل كبير جدا. الداخليه بتقول ايوه انا محتاجه هذا القانون لواجه تظاهرات العنف وتظاهرات الاخوان في الفتره الاخيره. كانت تظاهرات مليئه بالعنف، مليئه بالتحطيم، مليئه باستخدام الاسلحه، ناس بريئه بتموت في الشارع، بيستخدموا بيطلقوا النيران بشكل عشوائي، أطفال بيموتوا، اللي حدث أمام الكنيسة، يعني في مجموعة من الأحداث طبعا اللي احنا عارفينها. والداخلية بتقول أنا محتاجة هذا القانون. الحقوقيين والشباب وشباب الثورة وتمرد وغيره بيقولوا يا جماعة بس الحقيقة احنا ربما نكون محتاجينه، لكن تطبيق أولا صعب، تاني حاجة إن هو بيحضر التجمعات الاجتماعات دي، وده الحقيقة مادة مهمة جدا. إيه تعريف الاجتماعات؟ وهل الاجتماع ده يعني لو فعلا 100 واحد مجتمعين لندوة لكذا، هل لابد من الاخطار؟ هنا عندنا مشكلة. هنشوف التطبيق. هو الحقيقة انه قوانين كتيرة موجودة، والعبرة بالتطبيق. ما يريده هذا المجتمع هو بعض من السلام، بعض من التقاط الانفس، وشوية الناس تشتغل وما بقاش في قطع طرق، وما بقاش في انه نقف على سكة حديد، ما بقاش في تعطيل لمرافق، ما بقاش في احراق لمنشآت. محتاجين ناخد نفسنا. هل هذا القانون هيحقق هذا الأمر؟ نتمنى ذلك، ونتمنى ألا يجور وألا يتعدى على الحقوق الأخرى، من تظاهرات فئوية، ناس عندها مشاكل مع أصحاب العمل، من تظاهرات ضد الحكومة، من أي تظاهرات أخرى هي حقوق مكتسبة ممكن نتنازل عنها طوعا عشان البلد تمشي، ولكن دي حقوق الحقيقة ما نقدرش يعني ننكر ذلك. كنا امبارح فتحنا معاكم قضية إدراج الجماعة كجماعة، جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وما زلنا نطالب الحكومة المصرية بالعمل على ذلك. عندنا مجموعة من المعلومات إن العدالة الانتقالية، إن وزارة العدالة الانتقالية تعمل لذلك، إن هناك محاولة لإيجاد صيغة قانونية، لكن حتى هذه اللحظة هذه أمور غير مؤكدة. ما نطالب به في هذه الأثناء أولا إن احنا نبدأ بأن الحكومة المصرية تضع جماعة، تدرج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، ثم بعد ذلك نبدأ في حملة شعبية. والحقيقة إن الحملة بدأناها. نذكر النهاردة في هذا التقرير القادم بربعة، ونذكر ونتذكر أهل ربعة، منطقة ربع العدوية، مسجد ربع العدوية. عايزين نفتكر بقى يا ربع دي كانت ايه؟ ده جامع ربع العدوية اللي موجود في مدينة نصر، اللي اعتصم عنده جماعة الإخوان 45 يوم مثلا تقريبا، عقب قبل حتى من يوم 28 وهم موجودين في ميدان ربع العدوية. وكيف يعني كانوا بيهددوا حياة الناس، كيف كانوا بيهددوا الأهالي اللي موجودين هناك حياة الناس في ربع، عشان نفتكر، عشان احنا دايما بننسى، ودايما الذاكرة بتاعتنا مش موجودة، وإحنا عندنا ذاكرة الحقيقة سريعة النسيان وسريعة الصفح. لكن لن نصفح عن كل من هدد المواطنين في هذه المنطقة. نفتكر ما حدث للأهالي وللمصريين اللي كانوا عايشين في هذه المنطقة، وأحوالهم دلوقتي بقت عاملة إزاي. إسلامية خالصة، وما يقول حاجة عن الدين ولا عن الإسلام. أنا فتاحة رابع العدوية والنهضة، اعتصامان أثبتا بالأدلة القاطعة أن جماعة الإخوان المحظورة جماعة إرهابية بامتياز. فخلال ما يقرب من 50 يوما هي مدة الاعتصامين، ارتكبت أبشع صور الجرائم تجاه سكان المنطقتين. كان في عدم حرية في الحركة، كنا نيجي عشان ندخل نجيب دواء، نجيب أي حاجة. كنا نلاقي ناس لابسين خوذ بدقون، ماسكين عصيان في ايديهم يقول لك بطاقتك. الجرش عندنا بقى محتل، العربيات بقت بره والهم بقوا جوه. في بين السرايات تلك المنطقة القريبة من ميدان النهضة، اقتحم الإخوان مكتبات ومحلات تجارية، أشاعوا الزهر والرعب وسط الأهالي، ومارسوا القتل والترهيب في وضح النهار. الأضرار اللي لحقت بيه يعني أضرار رهيبة، يعني عشان حتى افكر اصلحها مش هقل عن على الاقل 800 الف جنيه ولا مليون جنيه، وغير المكان بقى ان انا من تكييفات لاجهزه لاساس لديكور تاني. طبعا كانت الدنيا واقفه وما كناش عارفين نروح نقدم في الجامعه،
والطرق مسدودة، يعني كان الموضوع صعب جدا. وفي محيط ميدان رابعة دمروا مدرسة عبد العزيز جاويش وحطموا بعض محلات المنطقة ولا عزاء للسلمية. المدرسة دي قلبوها سلخانة، كانوا بيجيبوا العجول والبقر يذبحوا فيها عاملينها مطبخ. شفتهم كان في صناديق في المدرسة طلعوها بالليل، وشفتهم هم بيطلعوا فوق للسطح بتاع المدارس، وشفت صناديق فيها قنابل يدوية. لم يتوقف عنف وإرهاب الجماعة عند هذا الحد، فبعد فض الاعتصام بدأت تظهر فضائحه، فالتعذيب حتى الموت كان هو جزاء أي مخالف لرأيهم. نزلوا بالعرب من العربية بالعافية وضربوه حضرتك ضرب موت ضرب موت. احنا النهاردة شفنا في التلاجة حاجة مريبة، حتى دواسر رجله شايلنا. أما استغلال الفقراء والأطفال وإغوائهم بالمال والأطعمة فحدث ولا حرج. وبعد كل هذا العنف والانتهاكات فض الاعتصامان في 14 من أغسطس عام 2013 ليتبدل الحال بعد أن عاد الأمن وبدأت عجلة التطوير. الحياة مش الطبيعية أحسن من الأول، بقى في شغل بقى في حركة، على الأقل كل العمال كلها نزلت اشتغلت، الدنيا بدأت تستقر بقى، يعني رجعنا تاني الدنيا هديت ورجعنا عايش في منطقتك تاني، يعني عايش في بيتك. طارق أحمد، هنا العاصمة. لكي لا ننسى دايما لازم نفتكر، دايما لازم نذكر أنفسنا لأننا بننسى. هكذا كان شكل ميدان ربعة وهكذا هو الآن، هكذا كان حال أهالي ربعة والنهضة وهكذا هم الآن. النهاردة الميدان أعيد تطويره، الجامع أعيد تطويره، كل ده رجع تاني. لكن وقتها الناس دي كانت بتكلمنا مكالمات بصريخ بيصرخون أرجوكوا الحقونا، إحنا مش عارفين نعيش، الصوت حيموتنا، ما بننامش، إحنا بنشوفهم بيقتلوا الناس. كان في واحدة اتصلت بيا مرة قالت لي بيرموا واحد وعمالين يرموه ويضربوه قدامنا ومش قادرين نعمل حاجة. كل ده حصل. يعني نحاول دايما نفتكر، وعشان كده بنقول هذه الجماعة يجب أن تدرك كجماعة إرهابية. نزلنا بقى نسأل الناس النهاردة عن هذه الفكرة ونعرف رد فعلهم، هل يوافقون على إدراج الجماعة جماعة الإخوان كجماعة إرهابية؟ نسمع رأي الناس. طلبات بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بسبب العنف اللي بيحصل في مظاهراتهم، أنت إيه رأيك؟ هي بكل المقاييس جماعة إرهابية، ومعروف من زمن الزمن إن هي منشيات، ومعروف من زمن الزمن إن هي لا تصلح. هم بيستخدموا العنف ده، أو العنف ده حاجة في القوائم الأساسية بتاعتهم، إن هو العنف ده بيواجهوا بيه المجتمع يبقى تبقى جماعة إرهابية. اللي بيحصل قدام عينينا جماعة إرهابية، لأن عايزين إحنا، يعني إحنا عايزين نقدم، هم عايزين يأخرونا. يعني بص بالعنف بالخسائر في البلد كلها، تعرف إن هي جماعة محظورة ونشاطاتها معروفة ودخلها ودعمها من منين، وتعرف كل حاجة وكشف. ما فيش دلوقتي حد مش فاهم حاجة، كلنا فاهمين كل حاجة. يا ريت ان هم يصنفوهم بان هم دول جماعة إرهابية، وبان هم جماعة تساند الإرهاب، وان هم جماعة ضحكوا علينا سنين. هي اساسا اوريدي هي ادرجت نفسها عالميا قدام العالم كله انها جماعة إرهابية، مش لازم احنا نطلع قرار. خلاص هو قدام العالم كله معروف ان الاخوان المسلمين اصبحوا جماعة ارهابية فاشية كمان. لكي لا ننسى داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات العلمائية. داليا اعتقد ان انتوا عملتوا مجهود وبالفعل اصبح هناك صفحة على الفيسبوك لكي يضع الناس شهاداتهم عليها. مساء الخير يا استاذة لميس. هو بالفعل احنا بدأنا الحملة والنهاردة أطلقنا صفحة الفيسبوك زي ما وعدنا مبارح يعني، وتم بالفعل رفع مجموعة من التقارير عليها. الناس بتتفاعل مع الصفحة بشكل أكثر من رائع، وده يدل على شيء، فإن الكل معترف تماما بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية. طيب خليني بس أقول إن آدي الصفحة موجودة، وحنضع آدي عنوان الصفحة موجود أسفل الشاشة، وده شكل الصفحة اللي موجودة على الفيسبوك علشان الناس تضع شهادتها على الفيسبوك. تفضل يا داليا نعزم. بالضبط، كل اللي عنده توثيق او شهادة او فيديو ياريت يحطها. وكمان احنا يعني من شوية لسه شايفين خبر منشور على بعض المواقع يعني بيتكلم عن ان الحكومة كمان ابتدت تاخد خطوات
علشان توصف لجرائم الإخوان وتدرجها دولية جماعة إرهابية. ودي خطوة أنا شايفها خطوة إيجابية جدا ورد فعل جيد جدا لحملتنا، وأتمنى أنها تعزز الحملة لا تشتت جهودها يعني. يا رب يا رب. جملة مهمة جدا. داليا بتطلبي من الناس إيه؟ يعني دلوقتي إحنا عايزين الناس تضع شهادات باللغة العربية، ولا أحيانا ممكن يكون باللغة الإنجليزية عشان ترجمها؟ انتوا يعني كل اللي عنده شهاده حتى لو باللغه العربيه يتفضل يحطها، واحنا هنقوم بترجمتها وهنعد ده ملف كامل هنقدمه اولا للحكومه هنا في مصر، ثم مع التوازي يعني بالتوازي مع ذلك هنقدمه كمان للاتحاد الاوروبي وخصوصا البرلمان الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه والمسؤولين. طيب احنا يا جماعه اللي طالبينه حاجه بسيطه جدا، لماذا في رأيك يجب أن تدرج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية؟ حط شهادتك، يعني بمعنى أنت شفت إيه مرة، لو عندك فيديو مهم موجود، حتى لو عندك فيديو جايبه من على اليوتيوب، لو عندك رأي، لو عندك شهادة، أرجوك ضع شهادتك باللغة العربية أو باللغة، طبعا يعني هم هيترجموا، الجماعة في ابن خلدون شاكرين، والحقيقة ده مجهود مهم جدا، وده المجهود الحقيقة اللي بتقوم به جمعيات حقوق الإنسان المحترمة اللي عارفة يعني ايه هموم البلد. يعني نضع شهادتك، حط الفيديو، قول وجهة نظرك، لو باللغة الانجليزية يا ريت، لو باي لغة تانية يا ريت، ان ده هيساعدنا جدا ان احنا نقدم هذه الشهادات للمجتمع الدولي، وبدءا ببدء الحكومة المصرية لن نستطيع ان نخاطب العالم دون ان نخاطب حكومتنا الاول. يا حكومتنا لو سمحتوا، لهذه الاسباب نحن نرى ان جماعة الاخوان هي جماعة ارهابية. بشكرك يا داليا وبشكر هذا المجهود، واحنا هنتابع معاكي، نقول مثلا ايه كل اسبوعين هنشوف الصفحة دي بقى عليها كام، شكل الشهادات بقت ايه، بحيث ان احنا دايما نبقى اب تو ديت ونشوف الحملة اخبارها ايه. الاستاذ حازم عبد العظيم الناشط السياسي، مساء الخير يا دكتور. اهلا بشكرا استاذ لميس، اهلا بيك. ايه رايك في هذه الحمله؟ كيف يعني انا عارفه ان انت متفق معانا في الراي، شايف يعني ازاي ممكن نعضدها ونساعدها؟ اولا يعني بشكر الناشط السياسي، خليها سياسي مستقل، سياسي مستقل وصائد المتوسطنين. انا بيعجبني الاسم ده، اتفضل. لا ما ده موضوع ممكن نتكلم فيه. لكن طبعا لازم اشكر حضرتك واشكر كمان داليا على المبادرة. يعني المشكلة دايما في تعاملنا مع الإخوان في الفترة الأخيرة هي باستمرار رد الفعل، والحكومة يعني مشكورا مؤخرا ابتدت تشرب بريل زي ما بيقولوا، وبنشكرها على ذلك وابتدت تتحرك إيجابيا، لكن عايزين نتحرك بقى احنا مرة بالأكشن. صح. مش الرياكشن، يعني بالفعل نفسه. يس. فأولا البيان بتاع وزير الداخلية امبارح كان في منتهى الأهمية، لأنه ربط رسمي بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التي تثير الرعب في مصر وبتقوم بعملات إرهابية، فدي نقطة مهمة جدا في بيان وزير الداخلية أمس. إدراج الجماعة كتنظيم إرهابي الحقيقة ده هيكون في منتهى الأهمية لأسباب كثيرة. أول حاجة، التنظيم الدولي اللي هو رأس الأفعى ده ما حدش قادر يمسكه، لأن دول أعضاء في دول خارجية. نعم. فملناش سلطة عليهم. فإدراج الجماعة كتنظيم إرهابي دوليا في الحالة دي يحق لمصر لو أعلنت إن الجماعة كتنظيم إرهابي مخاطبة الدول الأخرى في القبض على هؤلاء الأعضاء اللي هم بيثيروا الفتنة والإرهاب في مصر. أتمنى كمان إنه يكون في تعاون مع بعض الدول، يعني التعاون مع روسيا أولا وبعض دول الخليج زي السعودية والإمارات وربما الكويت والأردن للانضمام إلى إدراج هذه الجماعة كتنظيم إرهابي. طبعا الموقع اللي عملته ده ممتاز، أنا هبتدي أنشره بمنتهى القوة، وهدعو كل الأصدقاء على تويتر اللي شاف أي حادثة شافها بنفسه يوثقها. لكن اللي انا شايفه كمان حسيته ان الحكومه ابتدت تتحرك، يعني سمعت اعتقد كده وده عندي احساس بكده، وده مؤشر مهم جدا وايجابي جدا يا دكتور. واسمحي لي اقول لحضرتك ان انا قابلت احد الوزراء في لقاء كنت قابلته، يعني مش عايز اقول اسمه يمكن ما يحبش هو يقول حاجه زي كده، وسالته مباشره قلت له يا دكتور حضرتك لم تناقشوا هذا الموضوع في مجلس الوزراء؟ قال لي لا، ناقشناه اكثر من مره
وكان في بعض التحفظات بخصوص القروض الائتمانيه او الكاش فلو او تدفق الاموال، وكان في تحفظ من محافظ البنك المركزي. لا احنا عايزين نعرف بشفافيه على الشعب انتوا واقفين ليه في الموضوع ده، يعني خلي الناس تشارك معاكم وتفهم لو في تاثيرات اقتصاديه. ما انت كل حاجه بتوزنها، ما انت ممكن يكون في بعض القيود اقتصاديا لكن المزايا الامنيه طبعا اكثر بكثير. صحيح، فهو التريد اوف يعني. فليه يا ريت الفتره الجايه الحكومه ما تنامش على الموضوع ده، زي ما النهارده اقرت قانون تنظيم حق التظاهر. انت مؤيد لهذا القانون يا دكتور؟ انا بكل تاكيد مؤيد ليه من فتره. انا كان ليا تحفظ بس على الماده اللي هي الماده رقم 10 اللي هي بتعطي سلطه الداخليه سلطه تقديريه في منع المظاهرات. كنت افضل ان هم يشيلوها. ليه حضرتك بقى؟ لان اهم حاجه في القانون ده هي عمليه الاختيار. محدش واخد باله من النقطه دي. مجرد ما يتم الاختيار للاقسام الداخليه هيكون عندها حصر بالقانون لاي مظاهرات تتم في مصر، وبالتالي تستطيع وضع خطه للتعامل مع هذه المظاهرات. فالاختيار في حد ذاته في منتهى الاهميه، وكانوا يشيلوا اي قيود على عشان لا ندع فرصه للمزايدين من حقوق الانسان. في جزء منهم دكاكين وفي جزء منهم ناس كويسين عشان ما نقولش حاجه. صحيح. والمنظمات الدوليه، لكن ده طبعا خطوه مهمه. نعم نعم. وكل المظاهرات الفئويه او اللي ليها حق هتتظاهر سلميا بمنتهى الحريه وهتامنها الداخليه. فتطبيق الداخليه لهذا القانون في الفتره الجايه مهم جدا، يتم بطريقه مبهرة. انا في رايي لازم يعملوه كويس جدا عشان يقطعوا الخط على كل المزايدين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم عبد العظيم السياسي المستقل. معايا ايضا محمود باء البدوي منسق ائتلاف الدفاع عن الطفل المصري. محمود مساء الخير. مساء الخير يا استاذ رميس. اهلا بيك. هل انتوا عندكم توثيق لبعض الانتهاكات ضد الاطفال؟ طيب خليني بس بدايه اتحفظ على كلمه الدكتور حازم عبد العظيم فيما يخص لفظه اننا دكاكين لحقوق الانسان. لا يعني هو لا، هو الحقيقه قال ان بعضهم وبعضهم المجتمع المدني هو جاهل لا اما مغرض وانا لا 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 ثواني بس ثواني هو ما قالش كده، هو قال بعضهم وبعضهم، هو ما قالش ما عملش يعني جمع ولا فارجو ان احنا بس نكون دقيقين. اتفضل. تمام تمام. يعني المجتمع المدني دائما وابدا في اي دوله متحضره هو قاطره التنميه في اي دوله، ويمكن احنا فيما يخص فكره استغلال الاطفال في العمل السياسي سبق انني شرفت بمداخله مع حضرتك وتحدثنا عن الفيديو اللي احنا شايفينه قصاد مننا بتاع دار الايتام اللي هي في حلميه الزيتون. يمكن احنا كمان عندنا عمليه توثيق كامل لفكره استغلال الاطفال في العمل السياسي واعمال العنف ضد الاطفال من قبل حتى تولي فصيله الاخوان لسده الحكم في مصر، من حتى من ايام الانتخابات فيما بين المرشح الدكتور احمد شفيق وما بين الدكتور محمد مرسي، وظاهره استغلال الاطفال في الانتخابات وظاهره استغلال الاطفال في السلاسل البشريه على الطريق، وقلنا ان هي كانت طرح جديد لفكره العبوديه في بلد بنقول ان هي بتتحرر من كل هذه الممارسات السيئه. يمكن احنا عندنا دراسه بحثيه شغالين عليها بنوثق فيها بالصوت والصوره والاخبار والفيديوهات وحاجات كتير جدا جدا. جرائم الاخوان الممنهجه ضد الاطفال او ضد فئه الاطفال اللي هي بتمثل حوالي 37% من جمله الشعب المصري، اعتقد ان المجتمع المدني عليه حاليا ان هو يساهم بشده في هذا الامر. طيب هتساعدونا ازاي بقى يا استاذ محمود؟ يعني هل هيكون عن طريق التوثيق السليم لكافه الاحداث التي حملت وقائع تعدي على حقوق الاطفال بشكل كبير، وكذلك يمكن لا يخفى على احد الظواهر المتعدده والمتكرره لاستخدام الاطفال واستغلالهم في احداث العنف او الاحداث السياسيه. طيب. زي ما شفنا في رابعه او النهضه او في احداث متكرره كتير جدا. طيب يا ريت بقى يكون في لينك، يعني مثلا ان حضراتكم تساعدونا في هذه الصفحه تكونوا واضعين اللينك. احنا هنساعد طبعا من خلال هذه الصفحه، كذلك احنا كمان عندنا الويب سايت بتاع الجمعيه نفسه. بس احنا عايزين نجمع كل شيء في مكان واحد، فممكن تضع اللينك وبعد كده نذهب للويب سايت عشان بس يبقى فيه نجمع كله في مكان واحد. باذن الله ان شاء الله. وانا بحييك على تبني هذه الحمله. بشكرك على مجهودك. بشكرك على مجهودك. ده مجهود مهم جدا يا جماعه. ارجو من كل جمعيات حقوق الانسان التي ترى استخدام الاطفال، يعني موضوع استخدام الاطفال ده موضوع مهم جدا، في استخدام المراه في اشياء اخرى كثيره ضد حقوق الانسان طبيعيه جدا، كل جمعيات حقوق الانسان التي ترى ان كان هناك انتهاك لحقوق الانسان من جماعه الاخوان طوال هذه الفتره وانها يجب ان تدرك كجماعه الارهابيه، ارجوكم ساعدونا، ارجوكم كونوا معانا، ساعدونا، حطوا ايدكم في ايدنا، محتاجين ان احنا نعمل، مش هنقدر انا بس او داليا بس او حازم بس او محمود بس ان احنا نعمل ده، انا محتاجه الناس، محتاجه جمعيات حقوق الانسان، محتاجه الحقوقيين، محتاجه القانونيين. هذه معركه طويله، معركه طويله جدا، نفسنا يبقى طويل وإن شاء الله هنوصل. إحنا شلنا الإخوان
وشلنا مرسي اكيد هنعرف نوصل، اكيد هنقدر ندرجهم كجماعه ارهابيه. دكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي بالمحكمه الدوليه في جرائم الحرب سابقا. دكتور مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. كيف تصنف دوليا الجرائم التي ترتكبها الجماعه؟ الجرائم التي ترتكبها الجماعه تدخل بشكل كامل في الجرائم ضد الانسانيه التي تعتبر جريمه دوليه، الجريمة الدولية الأولى الآن، وبيحكم عليها رؤساء دول وقادة شعوب وقادة جيوش. أعتقد دي حتى أهم من إحنا نبحث هل هناك إرهاب ولا لا. لأن فكرة الإرهاب دي موجودة، وجرائم الإرهاب واضحة جدا، لكن جرائم ضد الإنسانية بتصل إلى ملاحقة القيادة. يعني الجرائم ضد الإنسانية التي تتسم بالعبودية والمنهجية ما بيحاسبش عليها بس من يرتكبها، ويتحاسب عليها القيادة العليا التي كانت تستطيع أن تمنعها. وبالتالي قانونا في رأيك كيف هو الطريق؟ يعني احنا عايزين نحاول ندرج هذه الجماعة كجماعة إرهابية، هل هناك طريق آخر موازي بتوثيقها كجرائم ضد الإنسانية؟ المحكمة هي اللي تقرر هذا. أنا منذ بدأت محاكمة حسني مبارك كنت بطالب إن احنا ننضم فورا للمحكمة الجنائية الدولية أو نقبل اختصاصها لمحاكمة الرؤساء، ودول هم المسؤولين أولا. يعني النهارده نقدر من النهارده نطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن نطرح عليها قضية الجرائم المرتكبه في مصر التي ترقى لجرائم ضد الانسانيه، وممكن ان يحاكموا من اول من يرتكبها الى اكبر رؤسائهم. اعتقد ده الطريق الحقيقي، والا هنحاكمه على اساس انها جرائم عاديه. يعني النهارده ودي كلها تقع تحت دائره القانون. يعني حرق الممتلكات، يعني الطلبه اللي عندنا في الجامعه، لو استاذ في الجامعه، الطلبه اللي بيرتكبوا هذه الجرائم لا علاقة لهم بالجامعة، لأنهم دول ما دام اعتديت على الأمن وعلى الأفراد وعلى الممتلكات أنت مجرم وتحاكم وفق دخول العقوبات. فقانون العقوبات الموجود حاليا لا يكفينا النهارده لمعاقبة كل دول كأفراد، لكن إذا أردنا أن نعاقبهم كمجموعة بما فيهم القيادة فنطبق عليهم فكرة الجرائم ضد الإنسانية. نعم، بشكرك دكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي بالمحكمة الدولية في جرائم الحرب سابقا. نروح للجامعة، دكتور اتكلم عن الجامعة. معايا أحمد حشمت، طالب بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر. أحمد، المظاهرات عندكم في الأزهر أخبارها إيه؟ لا يا أستاذ، مساء الخير يا أستاذ. مساء النور يا أحمد، أهلا. خليني أبدأ مع حضرتك من بداية الأحداث بجامعة الأزهر. بالتأكيد بعدما فشلت جماعة الإخوان وتنظيمها في الحشد والتعارف. الأول خليني أسألك يا حشمت، يعني نسبة الإخوان من طلبة الأزهر قد إيه؟ نعم يا أستاذ. نسبة الإخوان، طلبة الإخوان من طلبة الأزهر، من عموم طلبة الأزهر، هي لا تتجاوز 10% من أبناء طلبة الأزهر. ولكن يساعدهم على الحجز والتنظيم داخل الجامعه عن الاستعانه ببعض الطلبه والطالبات من خارج الجامعه. يعني بيدخلوا طلبه واخرين من خارج الجامعه. طيب احنا واصلين لفين دلوقتي؟ احنا واصلين لفين في تظاهرات الازهر الان؟ والله يا استاذ هنيس، الاحداث بدات تسخن وتشتغل اكثر في جامعه الازهر. في النهارده كان في دعوات من قبل الطلاب ومن قبل التنظيم في الجامعه عندنا، دعوات بالاضراب عن الدراسه، بس لاقت قبولا، لاقت بالرفض من بعض الطلبه في جامعه الازهر. اكيد احنا مش هنسمح بالاضراب ومش هنسمح بتعطيل الدراسه، وهم ما بيمثلوش الازهر ولا بيمثلوا طلبه الازهر، واحنا صوتنا في كل وقت وهنقول دول مش طلبه الازهر، وبنرفض كل الاحداث اللي مرت بها جامعه الازهر. بشكرك احمد حشمت، طالب بكليه التربيه الرياضيه جامعه الازهر. طبعا اختيار الازهر الحقيقه اختيار مثير للاهتمام. ليه الجامعات، ليه المظاهرات زايده في الازهر؟ ببساطه شديده، الازهر ده دي جامعه دوليه، دي مش جامعه محليه، دي جامعه فيها طلبه من باكستان، من ماليزيا، من الدول العربيه، دي جامعه دوليه، كل يوم في سفير موجود يشوف ايه اللي بيحصل داخل جامعه الازهر وينقل الاخبار لدولته. اذا
إذن اختيار الإخوان لجامعة الأزهر هو اختيار واضح إنه عايز ينقل صورة معينة عن التوتر في مصر لسفراء هذه الدول. والحقيقة إنه يعني أعتقد إن محتاجين في جامعة الأزهر يعني قبضة حديدية أكتر، مش ترفضوا بس من المدينة الجامعية، ترفضوا أساسا من التعليم. هو مش هيفرق معاه، هو أوريدي التنظيم الدولي بيصرف عليه، فأنت يعني ما تزعلش قوي عليه لأن هو عنده اللي بيصرف عليه. لكن في طلبة تانيين جايين متغربين مش بس من الصعيد ومن الأرياف، لكن جايين متغربين من بلاد تانية، جايين للأزهر، منارة العلم، منارة الدين، الإسلام الوسطي، جايين يتعلموا. من حقهم ان هم يتعلموا. ان 10% 100 250 طالب يوقفوا الاف الطلبه، ده محتاج قبضه حديديه، وان دول ما يتعاملوش كطلبه ولكن يعاملوا كمجرمين ويعاقبوا بقانون العقوبات. لكي لا ننسى لهذه الاسباب جميعا نطالب ان تدرك جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه. والله ثم والله لو تآمرتم واتحدتم مع الفنون على إسقاط مرسي سيكون لنا شأن آخر. انت علمتنا الابتسامة، انت علمتنا لا نضحك ولا نشتم، بس انت شايف ونقدر. عشان احنا رايحين نفرح، رايحين فرح. بنتي من لحم ننساها وتروح. الدستور، وده هيكون حديثنا خلال الفترات القادمة والأيام القادمة، لأن خلال أيام سيبدأ التصويت العلني بين أعضاء لجنة الخمسين، وهيكون على الهواء مباشرة، وهنسمع المواد. المواد لسه بتتغير، في 20 مادة كان عليها اختلافات، بتخلص يعني بينتهي صياغتها، لكن لسه في خلافات والدباجة عليها مشكلة ولم تحل حتى هذه اللحظة. لسه نور متماسك ببعض الأشياء، باقي التيارات الليبرالية والقبطية والمدنية رافضة مطالبات النور، يعني لسه في مشكلات ولكن نتمنى انها تتحل. انا الحقيقه وقفت قدام ماده مهمه جدا، يعني يجب ان اعبر عن قلقي من انها تحول مصر الى دوله فاشله. هذه الماده هي ماده علاقه الرئيس برئيس الوزراء، او كيف يختار رئيس الوزراء. في لجنة الخمسين قررت أن نظام الحكم في مصر سيكون نظام شبه رئاسي أو شبه برلماني، هو مزيج ما بين النظام البرلماني وبين النظام الرئاسي، مش نظام رئاسي كامل زي ما كان عندنا في مصر، ولكن نظام أقرب إلى النظام الفرنسي. مع العلم أن النظام الفرنسي في عدد أحزاب قليل، في ديمقراطية راسخة، في أحزاب قوية بتقدر تاخد أغلبية، وهذا ليس هو الوضع في مصر. خليني اقرا لكم الماده اللي بتثير كثير من القلق وهتثير اعتراضات كثيره في الايام المقبله. الماده دي 121 وتعرضت لمجموعه من التعديلات، ما اعرفش هتبقى الماده رقم كام. بتقول يختار رئيس الجمهوريه رئيسا للحكومه بالتشاور مع حزب الاكثريه او ائتلاف الاكثريه بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يوم، وفي حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان يقوم حزب الأكثرية أو الائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس الحكومة، ويقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوم، وفي حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية يصبح البرلمان منحلا ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد. أنا خوفي بقى من المادة دي إن مصر تصبح دولة فاشلة، وان انا فجأة الاقي نفسي في عقدة ما بتتحلش 90 يوم لا تتحملها البلاد. وخلوني افسر لكم لايه عوامل قلقي من ذلك. يجي رئيس الجمهورية يعين رئيسا للوزراء، يختار سين من الناس رئيسا للوزراء، ولكن بالتشاور مع الأكثرية، بيتشاور مع الأكثرية، مش لازم الأغلبية اللي في البرلمان دي على فكرة تبقى أغلبية تابعة للرئيس أو موافقة على الرئيس، ممكن تبقى أغلبية تانية، هشرح لكم ليه. ف يجي
يعرض برنامجه خلال 30 يوم، افرض الاكثريه دي مش موافقه، هتقول له لا انا اسفه انا مش موافقه، فيضطر ان الرئيس يرضخ لراي الاغلبيه في البرلمان، وتيجي الاغلبيه تختار رئيس وزراء تاني، تروح بقى للبرلمان، فيذهب يجي يعرض برنامجه خلال 60 يوم. في حالة عدم حصول على موافقة الأغلبية، وهنا احتمال بقى يحصل ائتلافات، احتمال يحصل حاجة، أنا كده دخلت في 90 يوم من الشلل المهني والشلل الاقتصادي في البلاد. وبعد كده لو حصل مشكلة وحصل تحالفات وتألفات وحاجات من ورا الستار، احنا انتهينا لحل البرلمان وانتخابات تاني، واتنين مليار جنيه يصرفوا على انتخابات مرة أخرى. هل نتحمل هذا الأمر؟ المادة دي هايلة جدا وجميلة ومنطقية لو احنا بنرسم خارطة سياسية او بنلعب شطرنج على ورق او بنكتب سياسة على ورق، لكن احنا في وضع الاحزاب فيه لسه مش قوية، الاحزاب فيه لسه محتاجة وقت لكي تقوى ولكي تبني مكانة في الشارع ولكي تبني ائتلافات قوية. ده في حزبين ما كانوش عارفين يعني يأتلفوا او يعملوا ائتلاف مع بعض ولا يندمجوا مع بعض، حزبين من التيار من جبهة الانقاذ، كل ما يجوا يندمجوا يحصل مشكلة، كل ما يجوا يندمجوا يحصل مشكلة. وجوه جبهة الانقاذ اللي انا بحترمها تماما كان في خلافات، جوه التيار الاسلامي كمان كان في خلافات، في بعض الاحزاب تالفت مثلا زي حزب الكرامه، اتفق مثلا او تحالف مع الاخوان في فتره معينه، لكن لما دخلوا البرلمان انفصلوا عن بعض. اذا الحياه الحزبيه في مصر لسه حياه وليده، الاحزاب في مصر لسه احزاب بتحبو، حتى في الحزب الوطني في عز سطوته خد كام؟ خد 35%، واضطر الحزب الوطني لما دخل الانتخابات الأخرانية انه يضم اليه المستقلين عشان يقدر يعمل أغلبية. هنقول كان في تزوير. نيجي للانتخابات الأخيرة، الانتخابات آخر انتخابات اللي تم بعدها حل مجلس الشعب، التيار الإسلامي خد كام؟ الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة خد 35% أو 39%، إضافة إلى النور خد 24%، ومن هنا عمل الأكثرية. يعني ما عنديش حزب بياخد أكتر من مقاعد معينة. الوفد خد كام أيام مبارك؟ كان بياخد من 10 ل 11 مقعد، ده في عز سطوته يعني. التجمع كان بياخد كام؟ من 5 ل 6 مقاعد. يا جماعة خلونا نعرف قدرتنا في الشارع وقدرة هذه الأحزاب، محتاجة أنها تقوى. هذا نظام يصلح فقط في دولة مستقرة ديمقراطيا. أيوة إحنا محتاجين الأحزاب تقوى، أيوة محتاجين الأحزاب يحصل تألفات، وأيوة إحنا وراء هذه الأحزاب حتى تقوى، لكن الوضع الآن لا يقول ذلك. وينتهي بنا الأمر لرئيس جمهورية مغصوب على رئيس وزراء، رئيس جمهورية ضعيف، كل ده لأننا خايفين من الفرعون، كل ده لأننا عندنا هاجس اسمه الفرعون. نسمع رأي أعضاء لجنة الخمسين ونشوف رأيهم إيه. وفي هذا القلق، ما يقلقنا الآن هو دولة فاشلة، وأنا نقعد 90 يوم بلا رئيس وزراء بلا حكومة في وقت أنا اقتصاديا لا أتحمل ذلك. الأستاذ محمد سامي عضو لجنة الخمسين ورئيس حزب الكرامة، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. يعني واضح ان انتوا في اللجنه. استاذه لميس، انا سعيد جدا باهتمامك ومتابعتك الدؤوبه لاعمال لجنه الخمسين. شكرا يا فندم. هذه الماده يقلقنا انه اولا ستنتج رئيسا للجمهوريه ضعيف، ربما لا تستقيم مع حياه حزبيه لسه في بدايتها، واحزاب لسه مش قويه بالقدر الكافي، وان احنا ما نعرفش مين الائتلافات اللي هتكون متكونه مع بعض او متشاركه مع بعض. اتفضل. شوفي، انا بقول لحضرتك احنا النص الاصلي او القابل تعديله كان ان رئيس الجمهوريه بيتكلف زعيم الأكثرية، لأن في الغالب مش هيكون في حزب يحصل على الأغلبية في البرلمان القادم. وبعدين المرحلة الثانية، إذا فشل حزب الأكثرية في الحصول على موافقة مجلس الشعب، يتولى رئيس الجمهورية تشكيل الوزارة ويعرض على وده تم تغييره.
نعم نعم. وده تم تغييره بعد كده النص ده أعطيله بالشكل اللي احنا استقرينا عليه، اللي هو ان رئيس الجمهورية بالتشاور بالتشاور. يعني ايه تشاور يا أستاذ سامي؟ يعني ممكن حزب الأكثرية يعني يقول له لا؟ يعني كلمة تشاور تعني انه ينبغي ان يراجع بعض الممثلين الأغلبية باعتبار انه ما سوف يتم تشكيله ويطرح برنامجه هيطرحه على الأغلبية، وبالتالي منطق التشاور انه يضمن ان عند اختيار رئيس الحكومة وتشكيل وزرائه يكون هناك قدرا من الاستعداد للحصول على ثقة أغلبية البرلمان. طيب بعد إذنك التشاور ده برضو يعني إيه؟ يعني لازم موافقة الأكثرية، يعني إذا إذا جت طبعا إذا الأكثرية جت قالت لك لا أنا مش عايزة فلان، إذا الأكثرية قالت لا يبقى يتولى مجلس الشعب مسؤولية التشكيل الوزاري. طب ما أنا هنا عندي رئيس ضعيف، عندي رئيس غصب على رئيس وزراء، وانت عارف طبعا ان الحياة لا تستقيم في مصر كذلك يا أستاذ سامي. لا هو كان القياس كان ايه؟ القياس كان ان كما كنا نرى في السابق ان يأتي فجأة رئيس الجمهورية يكلف فجأة رئيسا للوزراء نتساءل عن هويته وكيف أتى، يعني ما احنا مش عايزين ويرحل بدون ما نعرف لماذا، في الغالب لماذا رحل. النهارده او في التصور الخاص بنصوص الدستور ينبغي ان ياتي رئيس الوزراء بقدر من الحوار ويحمل قدرا من الصلاحيات باعتباره ليس سكرتيرا لرئيس الجمهورية ولكن مسؤولا عن برنامج. تمام انا مش هدخل في صلاحيات رئيس الوزراء، لكن انا سؤالي انه يتطلق يد السيد رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء، إذا بعد كده لم تثبت صلاحيته بعد فترة معينة، ادوله فترة معينة يشتغل فيها لم تثبت صلاحيته اسحبوا الثقة منه، ما البرلمان الآن لديه قدرة وصلاحية سحب الثقة من الحكومة. أيوة ما هو أصل أنا بحاول بس أفك الاشتباك وأخرج من مأزق الدولة الفاشلة، أنا عندي هنا 90 يوم كارثة. لا 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 حضرتك لحظة بس، في إجراء برلماني دستوري لا غنى عنه، أن عندما تبدأ الحكومة أعمالها لابد أن تحصل على الثقة من البرلمان، وهذا أمر في كل الأحوال سواء تم اختياره من رئيس الجمهورية أو البرلمان اختاره في حالة عدم حصول الاختيار الاول على الثقة، في الحالتين لابد ان يحصل على ثقة المجلس، وهذا امر لا مناص منه في بداية اعمالها ان الحكومة تشكل وتعرض برنامجها على المجلس والمجلس يعتمد هذا البرنامج لتنطلق في العمل. بس هي بتعرض الحكومة بتعرض برنامجها، هنا احنا بنقيم على برنامج، لكن احنا في الاول هيحصل خلاف مستمر بين الاكثرية، لا اعرف اذا كانت هتنضم هتكون ممثلة للرئيس هتكون من الطيار بتاعه ولا لا، احنا ما نعرفش. وخلي بالك انه يعني الاخوان والطيار الاسلامي ممكن يلبسوا اي عباءات مختلفة ويخشوا في تحالفات مع احزاب اخرى وحضرتك عارف، وفي النهاية يصبح عندنا الاكثرية دي ما احناش عارفين اصلها فين. يعني شوفي مفيش خيار يعني يمكن ان يتمتع باحكام كامل. المخاوف اللي حضرتك بتطرحيها دي مخاوف وارده، لكن احنا بنبدا بما هو يقلل المخاوف الى ابعد حد. البدايه ان رئيس الجمهوريه سوف يتشاور مع زعيم الاكثريه او الاغلبيه ويشكل الحكومه، والحكومة تعرض برنامجها بتشكيلها على مجلس الشعب وتبدأ في العمل. إذا لم تحصل على ثقة البرلمان سوف يتصدر البرلمان لمسؤوليته، فإذا لم يحصل التشكيل الوزاري الجديد ببرنامجه على ثقة البرلمان للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحل، وبالتالي هنا أنا كدولة بقى
كدوله وكاقتصاد، يعني دي ماده ممكن يبقى شكلها حلو قوي يا استاذ سامي، لكن انا كدوله وكاقتصاد وكحركه وحياه ووضع، احنا في يعني احنا في عرض وزير يشتغل، احنا في عرض مستثمر يجي، يفضل المستثمر قاعد بقى على باب البلد لحد ما تحلوا مشاكلكم بقى بين الاكثريه وبين الرئيس. شوفي انا باعتقادي ان يعني بدون ما كنا يعني شديد التفاؤل ان المرحله اللي هيتم فيها تشكيل الوزاري بالترتيب ده سوف يكون هناك بالضروره اتفاق على التنسيق والترتيب للعمل، باعتبار ان هذه الحكومه جرت تشاور عليها قبل تشكيلها، ثانيا ان الحكومه اذا ما حصلت وفي الغالب تحصل على الاغلبيه نتيجه هذا التشاور يبقى عندنا الفرصه ان الناس تشتغل وتنطلق. يعني انا اتمنى ان يتم مراجعه هذه الماده، هذه ماده بتسحب كتير من اختصاصات الرئيس، انا مش خايفه من الفرعون، خلاص احنا اسقطنا رئيسين في سنتين، احنا لا يجب مش نبقاش مرعوبين من فكره الفرعون فقاعدين يا نهار اسود حاجلنا فرعون، لا احنا يجب ان احنا نضع نظام سياسي فاعل يستطيع ان يدفع البلاد للامام، خاصة وانا عندي احزاب لسه قدام الاحزاب دي مدة طويلة جدا. بشكرك يا استاذ سامي، اتمنى من لجنة الخمسين ان تراجع هذه المادة، هذه مادة خطيرة جدا تسحب من اختصاصات الرئيس، قد تعطل الحياة السياسية. انا مش عايزة رئيس طرطور بصراحة، يعني لا عايزة واحد فرعون ولا عايزة واحد طرطور، انا عايزة رئيس فاعل يقدر يختار رئيس الوزراء بتاعه، والبرلمان لو شافوا الراجل ده ما بيشتغلش يسحبوا منه الثقة. الاستاذ شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار، مساء الخير يا استاذ شهاب. استاذ شهاب معاك يا فندم، اتفضل، رايك ايه في الماده دي او راي الحزب ايه في الماده دي؟ لا خليني اقول لحضرتك ان احنا في المصريين الاحرار بنختلف مع محمد بيه سامي كتير جدا. الحقيقه احنا عندنا وجهه نظر واضحه جدا، احنا محتاجين ان اول ما يتشكل البرلمان يكون عندنا وزاره بتتحمل المسؤوليه. طبعا توقعاتنا حوالين برلمانات مصر ان الحزب الاكثريه غالبا هيكون حزب بيبقى عنده 10 15 بالكثير قوي 20% من البرلمان. فعشان خاطر تكلف حزب عنده 10% او 15% من البرلمان ان هو يعمل ائتلاف يكمل ال 50%، دي في الحقيقه عمليه معقده جدا. لا وهيأتلف مع مين؟ هيضطر يأتلف مع اي حد، يعني هتبقى قصه يعني معقده جدا. وما هو اخطر من ذلك بكتير ان غالبا الحزب دوت مش شرط ان هو يكون بيعبر عن تيار الاغلبيه، يعني احنا عندنا التيار اللي هو بيشكل الاغلبيه بشكل حقيقي تيار مفتت، تيار مش موحد. صحيح. فبالتالي ما انا اعتقدش ان حزب منه هو اللي هيشكل الاكثريه. فالبلد هتخش في حاله تجميد اكيده بالزبط. مدتها 90 يوم بالظبط، فايه اللي يخليني اجمد البلد لمده 90 يوم؟ وما هو اكثر خطوره من كده؟ هي الفلسفه بتاعت اداره الدوله نفسها، هل احنا عايزين ندير دوله بشكل كفء ولا احنا عاوزين ندير دوله على اساس مخصصه حزبيه؟ انا بالنسبه لي في حزب المصريين الاحرار بنقعد مع دكتور احمد سعيد، ممكن دكتور احمد سعيد يقول لنا خلاص احنا نؤيد احسن لنا النظام البرلماني، وهذا يعني ان احنا هنجيب دكتور احمد سعيد رئيس وزراء ودكتور العلايلي وزير داخليه ونجيب استاذه لميس وزيره اعلام، سهل جدا ان احنا نعمل ده. لكن في الحقيقه الفلسفه اللي لازم الاحزاب المصريه تنتهجها فعلا فلسفه ان احنا نعين وزاره كفاءات، فلسفة ان يكون عندنا وزارة كفء. اما البرلمان فوظيفته مش شرط ان هي تكون ان هو الوزارة، وظيفته انه يراقب الوزارة، يقيم اداء الوزارة، واذكرك ان تنحرف عن خطها يسحب الثقة منها ويسقطها. واذكرك ان جماعة الاخوان جابوا وزراء ينتموا بشر حامد اللي كان بينط فوق الانابيب، كل دول كانوا وزراء ينتموا لجماعة الاخوان وجابوهم عشان هم بينتموا لجماعة الاخوان، وثبت فشلهم فشل ذريع. لو حزب الاكثرية هو اللي بيراقب على الوزارة، يعني الحزب اللي عنده اكتر عدد من النواب جوه البرلمان بيراقب على الوزارة بتاعته، طب بالذمة فين الرقابة؟ ما انا عندي الحزب اللي بيحكم هو اللي بيراقب. رجعنا تاني للفيلم القديم. مظبوط. احنا وجهه نظرنا بمنتهى الوضوح ان لازم يكون في خطوط فاصله ما بين السلطه التنفيذيه في الدوله والسلطه التشريعيه والرقابيه جوه الدوله. ادي البرلمان صلاحيه المحاسبه، صلاحيه اسقاط الوزاره، وفي نفس الوقت ادي للسلطه التنفيذيه صلاحيه ان هي تكون سلطه متكافئه، سلطه مبنيه على الكفاءه. دي وجهه نظرنا في المصريين. انا الحقيقه بشكرك على هذه وجهه نظر، يعني اعتقد ان يعني اللي انا مدروسه من حزب جديد وحزب لسه صغير وحزب لسه ناشئ، لكن في النهايه فاهم
يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه، فاهم الخريطه السياسيه. بشكرك استاذ شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار مره اخرى. هذه ماده ستضع البلد في شلل كبير، 90 يوم من الشلل، صراع بين رئيس جمهوريه واكثريه. انا ما اعرفش الاكثريه دي فين، ما هو انا لو كنت في فرنسا وعارفه انه في الاشتراكيين، في الشيوعيين، في كذا، لو كنت في بريطانيا وعارفه في ليبر وكونسرفاتيفز وليب دمز، لو كنت في امريكا وعارفه ان في حزبين اساسيين، ماشي. هذا يعني يمكن تطبيقه على دول باحزاب راسخه، لكن انا في وقت حزب كلها مفتتة، أكبر واحد في المعارضة حزب الوفد كام مقعد أيام مبارك؟ 10-11 مقعد. كام مقعد الأيام الأخيرة الماضية في الانتخابات الأخيرة؟ إيه يا جماعة؟ ما تخلونا نعرف ونقرأ الخريطة. نحن نريد دولة فاعلة، أرجوكوا، مش عشان مصالح حزبية داخل لجنة الخمسين، مش عشان كل واحد عايز يرسم خريطة ملونة هنا وأحمر وأصفر وأخضر، البلد تدخل في شلل كبير. أنا لا عايز رئيس فرعون، وبالتأكيد لن نقبل برئيس طرطور. إضافة بقى إلى أمور اللي كنا بنناقشها حول جريدة الأهرام، النهاردة المستشار عادل السعيد النائب المعام المساعد الأول استمع لي أقوال وزير التجارة والصناعة السيد منير فخري عبد النور في بلاغه ضد صحيفة الأهرام. البلاغ قدمه السيد الوزير ضد الأهرام وضد رئيس تحريرها وضد أحد الصحفيين في منشط في الصحيفة اتهمت الوزير بالفساد في قرار فتح باب تصدير الأرز، وده كان أحد المنشطات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا انه يعني تساءلنا حول المقصد والمغزى من هذا الكلام وحقيقته. عبد النور قدم هذا البلاغ ليطالب بالتحقيق ويتهم الجريدة بالسب والقذف ويتهم رئيس التحرير بالسب والقذف، وقال أن العبارات الواردة في صفحة الجريدة الأولى تضمنت وبشكل صريح سبا وقذفا في حقه، مطالبا بتطبيق نصوص المواد 302 303 و305 في قانون العقوبات. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا الدكتور شبلي تلحمي مدير مركز دراسات السلام في جامعة ماريلاند، نتكلم على الاتفاق الإيراني الغربي، نتكلم على سوريا، نتكلم على كيف يمكن إدراك جماعة الإخوان كجماعة إرهابية على اللائحة الدولية. الخبر الأهم النهاردة في كل وكالات الأنباء الدولية هو الاتفاق الإيراني الغربي 5+1، وهو الاتفاق بين عدد من الدول الغربية وروسيا وأيضا إيران، وده اتفاق أي حد كان بيبص عليه أشبه بالمستحيلات، يعني سنوات طويلة من العقوبات، سنوات طويلة من العداء الغربي الإيراني، وانتهى الأمر بفجأة اتفاق. ضيفنا النهاردة، وده الحقيقة احنا محظوظين لان هو كان في زيارة للقاهرة، مطلع على تفاصيل كتيرة جدا، قارئ ومحلل طبعا وباحث في الولايات المتحدة، اكيد هيلقي لنا الضوء بتحليل عميق عما هو ماذا في هذا الاتفاق، كيف يؤثر على منطقة الخليج والمنطقة العربية، وتأثيره أيضا على ملفات كثيرة. هنتكلم أيضا عن الملف السوري، نتكلم أيضا على الملف المصري. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور شبلي تلحمي مدير مركز السادات للسلام في جامعة ماريلاند وأيضا الباحث الكبير في معهد بروكينجز. أهلا بك يا دكتور. حصلنا الشرف. سعيدة أن حضرتك أولا في زيارة للقاهرة، دي أول مرة ولا لا؟ طبعا باجي بشكل مستمر، والمرة دي راح أتكلم في مجلس السياسة الخارجية بكرة، وكان عندي مقابلات هنا أتعرف على الوضع بشكل عام. بتعرف الوضع يعني فيرست هاند زي ما بنقول، مش من القراءة والصحف الأمريكية. ممنوع الحكي من بعيد، لازم يكون الواحد من قريب. طب خليني أبدأ بالملف الإيراني، وده الملف الأهم الآن. كيف ترى فجأة بقى في اتفاق؟ شكل هذا الاتفاق ماذا يعني، وسياسيا ماذا يعني؟ نحن كما قلت هذا اتفاق بين البي بلس 1 يعني أعضاء المجلس الأمن الثابتين وألمانيا مع إيران، ولكن
طبعا الطرف الرئيسي من الغرب والولايات المتحدة طبعا. اتفاق أمريكي يعني إيراني، وطبعا كان في مفاوضات وراء الكواليس حتى بغض النظر عن المفاوضات الحالية في هذا الملف. هناك مصالح مهمة للطرفين، الطرف الأول لإيران طبعا وخاصة بعد الانتخابات وحسن روحاني، وهو أن إيران في وضع اقتصادي صعب جدا، واضح أنه التأثير منه يعني مشاكل داخلية اقتصادية ومنه طبعا العقوبات الدولية على إيران. نعم. فهناك طبعا مصالح خاصة للحكومة الإيرانية بأن تقدم بعض التغييرات في السياسة الخارجية، ولكن من الولايات المتحدة هناك مصلحة هامة ربما تعرف كل سياساتها تجاه المنطقة في الوضع الحالي، وهي أن الشعب الأمريكي تعب من الحروب وخاصة بعد حرب العراق وحرب أفغانستان. ولذلك عندما تنظر إدارة أوباما إلى الشرق الأوسط وتقول في بعض المناطق ليس في يدي أن أؤثر على الأحداث، في مصر مثلا الأحداث في إيد الشعب المصري، في تونس ربما هناك دور مصري في شكل دور أمريكي، ولكن في نهاية الأمر لن تسيطر الولايات المتحدة على هذا الوضع. والقضية الوحيدة التي من الممكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب حاليا في الشرق الأوسط هي الملف الإيراني. فإذا فشلت المفاوضات الضغوط على هذه الإدارة بأن تخوض حرب مع إيران ستتكثف، وقد تجر إسرائيل الولايات المتحدة إلى هذه الحرب إذا لم يكن هناك حل دبلوماسي. لذلك كانت هناك مصلحة أمريكية هامة بأن تكون هنا يكون هناك اتفاق دبلوماسي لألا تخوض الولايات المتحدة هذه الحرب. لكن لماذا فجأة؟ يعني إحنا كان المشهد كالتالي: ضغط على سوريا، اقتراب ويعني عد تنازلي لضرب سوريا، ثم فجأة اكتفت واشنطن بتفكيك السلاح الكيميائي السوري، وفجأة لقينا يوتيرن كده إيران ومكالمة أوباما، وحسينا انه في يعني اشياء كثيرة تحدث وراء الستار. لماذا فجأة؟ لا اعرف اذا كان هناك رابط مباشر، طبعا كما قلت هذه لم تكن فجأة، هناك مفاوضات من وراء الكواليس حتى قبل انتخاب روحاني، ولكن بعد انتخاب روحاني كانت هناك فرصة كانت أكثر اعتدالا، يعني أكثر اعتدالا، وكانت مستعدة بأن تقدم بعض التنازلات لم تقدمها أي حكومة في السابق. أحمد نجاد لم يكن مستعد بتقديم مثل هذه، مثلا تجميد العمليات في مفاعل أراك، تقليص التخصيب لنسبة 5%، ولكن هناك أيضا تنازلات غربية. التنازل الأساسي هو ليس رفع العقوبات المحدود، ولكن هو قبول من ناحية مبدئية بأن لإيران حق التخصيب في إيران. هذا هو المبدأ التي أصرت عليه إيران، وفي نهاية الأمر حصلت على ذلك. ولكن لنذكر أن هذه خطوة وليست اتفاق شامل، يعني هذا اتفاق لستة أشهر فقط، يعني المفروض أنه هذه ستة أشهر هي أشهر مفاوضات لاتفاق شامل بخصوص القضية النووية وعلاقة إيران مع الغرب. لذلك تعطي فرصة، هذا اتفاق محدود، هو خطوة يغير المعادلة، يحسن العلاقة، يحسن العلاقة على الأرض، يعطي مجال لروحاني أن يقوم بالمفاوضات. ولكن في نهاية الأمر لا ننسى أن العقوبات أمام اتفاق شامل خلال ستة أشهر لا زالت كبيرة هائلة، ليس فقط من الطرفين الإيراني والأمريكي، هناك منتقدين لأوباما في هذا الاتفاق في الكونغرس الأمريكي، هناك منتقدين لروحاني، ولكن نعرف في أن في منطقة الشرق الأوسط هناك من يتخوف من هذا الاتفاق، ومن ذلك طبعا إسرائيل، ولكن حتى الدول العربية الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية المتخوفة ليس من الملف النووي، التخوف الخليجي من إيران. طبعا لا أحد يريد أن يكون لإيران أسلحة نووية، ولكن التخوف الخليجي من إيران ليس مبني على الأسلحة النووية، هو مبني على السلطة الإيرانية، على القوة الإيرانية، على المقدرة الإيرانية، على التأثير الإيراني في الخليج. ولذلك يعتقدون بأن هذا الاتفاق من على قضايا نووية سيعطي إيران نفوذ أكثر في المنطقة، ولذلك يتخوفون من هذا الأمر. فهناك عقبات أمام الولايات المتحدة، يجب على الولايات المتحدة أن
تشاور الحلفاء وتعرض حلول لتخوفاتهم. فنرى أن وإسرائيل طبعا أمامها خيارات. لكن أنا مثلا لقيت رد فعلين مثلا من الإمارات يختلف عن رد في المملكة السعودية مثلا. الإمارات رحبت وقالت أنها ترحب بهذا الاتفاق كبداية لمرحلة جديدة في المنطقة. المملكة السعودية الأصوات التي خرجت منها وليست أصوات رسمية ولكن بعض أعضاء مجلس الشورى وغيرهم تحفظوا وأبدوا قلقهم زي ما تقول زي ما حضرتك بتقول. إذن لماذا هذا الاختلاف؟ صح أنت تحكي كلام 100% سليم. مش بس الإمارات طبعا، قطر مستعدة تتقبل ويكون في بعض التقبل، والكويت في نفس الوقت. المملكة السعودية طبعا ترى نفسها بأنها مسؤولة عن المصالح العربية في الخليج، الدولة الأكبر، وبعد انهيار العراق بعد حرب العراق لم تعد العراق يعني موازي لإيران، فهناك تخوفات جذرية. ولكن في نهاية الأمر التخوف السعودي أكبر من الملف الإيراني. هناك غضب على الولايات المتحدة، غضب مربوط في قضايا مختلفة، عدم التشاور أولا، ثانيا قضية سوريا. وسوريا مرتبطة بلبنان، لأنه طبعا نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية لها مصالح ليس فقط في سوريا وتؤيد المعارضة في سوريا، ولكن في لبنان تأخذ موقف طبعا مخالف لحزب الله ومؤيد ل14 أذار طبعا ولهم مصالح هامة في يعني عملوا في لبنان لسنوات لبناء هذه العلاقة، وحلفائهم في موقف ضعيف حاليا. فلذلك التخوفات السعودية هي بالنسبة للمنطقة دول الخليج الصغيرة طبعا متخوفة من إيران، والإمارات طبعا لها قضايا مهمة ولها جزر محتلة طبعا. ولكن حتى إذا نظرنا إلى مصر مثلا، طبعا مصر الموقف المصري بشكل عام تاريخيا كان طبعا يرفض أن تكون أي دولة نووية في المنطقة، ولكن مصر تركز على أن يكون هناك منطقة منزوعة من السلاح النووي تشمل إيران وتشمل إسرائيل وتشمل الدول الأخرى. هذا غير والد على المستوى على المدى القصير، لذلك التركيز على إيران. أنا هنا عندي في المنطقة أصبح لدي قوتين نوويتين، إسرائيل وليست عضوا في منظمة الطاقة النووية أو حظر السلاح النووي، إسرائيل موجودة ولكن غير موقعة على المعاهدة، والآن هذا الاتفاق يعترف بإيران قوة نووية. هو يعترف حتى لو كانت سلمية فهي أول مرة هناك اعتراف بقوة نووية خارج المنظومة، يعني خارج الدول الخمسة اللي هي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأعتقد والصين وروسيا، يعني دي الدول الخمسة التي تمتلك قوة نووية طبقا للقانون معترف بها. الآن لدي حتى باكستان والهند ليس هناك اعتراف بقواتهم النووية، الآن هذا هو اعتراف دولي بأن إيران دولة نووية. بالصدفة هناك أكثر من 10 دول 12 دولة تخص باليورانيوم، ليست جزء منها ليس لهم أسلحة نووية طبعا. وبالنسبة للقوانين الدولية وبالنسبة للإنترناشنال أتوميك إيجنسي هيئة الطاقة الذرية التخصيب مسموح على أساس يكون تخصيب سلمي وفي مراقبة دولية. فهذا السؤال، تخصيب لأهداف سلمية محدود بمراقبة دولية، فوافقت حتى الآن إيران أن يكون هناك مراقبة دولية مكثفة. فلذلك هذا ليس يعني شيء جديد، هذا موقف المشكلة أنا أصبح معترف به خلاص معترف به بدون شك. والمشكلة طبعا عم نحكي إحنا مش عن سماح لإيران وإنما عن مقدرات إيران، لأنه الحقيقة أنه ما في مقدرات عربية موازية في هذا المجال، هذا واضح. ليست هناك مقدرات عربية واضح، وكان هناك تخوف طبعا واضح حتى في بالنسبة للدول الغربية تقول لو سمح لإيران بأن تبني أسلحة نووية ستكون هناك جهود مختلفة في العالم العربي لبناء أيضا قوة نووية، وهذا تخوف طبعا وارد في ولذلك أنا حسب رأيي سنعود في نهاية الأمر بعد هذه السنة ستتكثف الجهود بالنسبة للتركيز على جعل منطقة الشرق الأوسط
منطقة منزوعة من السلاح النووي ويكون في نقاش بوجود إسرائيل؟ طبعا مجبور إسرائيل تكون جزء من هذا النقاش. هذا ما معنى هذا وكان هناك مؤتمر دولي مقترح وحتى كان مقرر عقده في ديسمبر الماضي تم تأجيله. فمن ناحية مبدئية طبعا إسرائيل لن تقبل بنزع سلاحها قبل حل النزاع العربي الإسرائيلي، ولكن نحن نتكلم عن بدء المشروع والمفاوضات، يجب أن يكون هناك برنامج إطار للمباحثات. فهذا موقف سليم حسب رأينا في نهاية الأمر، ولكن نحن نعرف الظروف الحالية خاصة إذا نظرنا إلى يعني التايم تيبل بتاعة مثلا نشوف بالنسبة لإيران 6 أشهر، التايم تيبل بتاعت عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي كمان 6 أشهر. فأني خلال كأن الولايات المتحدة تريد أنها تخلص بقى، عايزة تقفل كل الملفات دي، ودول الملفين هم اللي أكتر بهددوا أكتر المصالح الأمريكية في نهاية الأمر. قبل ما أخرج فاصل دكتور، إذن ما شكل المنطقة؟ كيف تنظر إلى المنطقة بعد عودة إيران أولا كقوة اقتصادية كقوة نووية؟ يعني هيرجع لها دلوقتي أعتقد there is a release of 7.5 أو يعني 7.5 مليار دولار هيرجعوا لها دلوقتي، ويبتدي بعض التعاون، رفع بعض العقوبات، عدم فرض عقوبات جديدة. إذن إيران تعود كقوة اقتصادية في المنطقة، قوة نووية موجودة، شكل المنطقة هنا إيه؟ بدون شك هناك تغيير جذري. تغيير جذري طبعا بدأ حتى في 2010 مع الثورات العربية، وطبعا معالم هذه الثورات حتى الآن غير معروف. ماذا سيحصل في مصر سيهم الجميع، لأنه مستقبل مصر يعني يؤثر على مستقبل المنطقة العربية بشكل عام. مصر قوة عربية مهمة، فإذا نجح المشروع المصري سيؤثر بشكل كبير على القوة العربية بشكل عام. فطبعا هذا جزء من الأجزاء. ثانيا الاستقرار في دول الخليج نفسها، حتى الآن الثورات العربية لم تصل إلى دول الخليج وإلى المملكة العربية السعودية، وصلت إلى البحرين إلى حد ما، ولكن إلى باقي الدول لم تصل. إذا تمكنت هذه الدول من حل المشاكل الداخلية والنزاعات بدون وصول هذه الثورات إليها هذا شيء، ولكن نحن نعرف أن ما يحصل في العالم العربي هو ثورة شعبية في نهاية الأمر. يعني ايه بقول ثورة شعبية؟ يعني الناس لم تعد تقبل ان لا يسمع صوتها. وهذا التغيير اللي صار، وهذا جزء من الثورة الاعلامية اللي صارت، انه الناس صارت تعرف، ما بتقدرش تضحك على الناس، الناس فهمانة، يعني ما فيش حد بقول له حاجة الا فالناس فهمانة، والناس ما عندهاش خوف. يعني بدأت الناس وهذا بس مش بس في دولة من الدول، هذا من كل الدول. فلذلك أنا هذا العامل الأكبر على المستوى الاستراتيجي على المدى القصير. بدون شك أن إذا كان هناك اتفاق شامل في نهاية الأمر بعد 6 أشهر مع إيران يحل الأزمة النووية ويعيد إيران كدولة لها علاقات مع الغرب وعلاقات طبيعية، ستتغير المعادلة في الشرق الأوسط بدون شك. سيزداد النفوذ الإيراني، ولذلك ستكون هناك تخوفات عربية، ربما ائتلافات عربية. نحن نعرف ما يحصل حاليا على الأرض، هناك خوف أيضا من الصراع المذهبي، الصراع السني الشيعي، وهو مستمر يعني بقاله فترة. بالضبط، يزداد هذا الصراع، وخاصة يتعلق بماذا سيحصل في سوريا. ولكن لا ننسى الطرف الإسرائيلي، فإسرائيل قد تغير المعادلة. طبعا بإمكانها أن تبدأ حرب مع إيران، ولكن ليس بإمكانها أن تنهي هذا الحرب. فبنهاية الأمر بداية هذا الحرب ستجر دول أخرى بدون شك. ثانيا إن كانت هناك حرب ستغير المعادلة، وإن لم تكن هناك حرب ستبقى إسرائيل متخوفة من إيران على الرغم من أي اتفاق نووي. لماذا؟ لأن التخوف الإسرائيلي من إيران مبني على التأثير الإيراني مع حزب الله مع دول أخرى. ولذلك هناك نحن نعرف من وراء الكواليس حاليا تعاملات بين إسرائيل ودول خليجية تخطط بالنسبة لمواجهة إيران في المستقبل. يعني هناك تخوفات، وهذا يصعب أن يتم بشكل علني وواضح إلا إذا كان حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
دكتور اسمح لي نخرج فاصل قصير، لكن قبل الفاصل نشوف مقطع من كلمة الرئيس الإيراني رئيس روحاني يتحدث عن هذا الاتفاق، ثم نخرج فاصل وبعد الفاصل نتابع الملفات العربية، مصر، القضية الفلسطينية، سوريا، وباقي المشهد العربي. وفي هذا الاتفاق تم الإشارة إلى أن إيران ستقوم بعملية التخصيب، وبناء عليه على الأراضي الإيرانية، وبناء عليه فإنني أقول بأن التخصيب سوف يبقى كما كان في السابق بالنسبة لإيران، وخلال 6 أشهر في نطنز وفي فوردو ونطنز وأيضا إصفهان وبندر عباس، كل هذه المنشآت ستواصل فعاليتها ونشاطها كما في السابق. وأيضا الإنجاز الثالث الذي حصلنا عليه هو التالي، بأن القوى الكبرى قد أعلنت وفي نهاية عملية التفاوض وبدأت من اليوم، والاتفاق الجامع بالنهاية ستفضي إلى رفع جميع العقوبات، عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات أحادية الجانب التي فرضت من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا. في هذا الاتفاق قد أعلن بأن كل العقوبات خطوة خطوة من خلال استمرار المفاوضات سيتم رفعها، هي نقطة أخرى تم الإشارة إليها والتصريح بها في هذا الاتفاق. من جديد نواصل حوارنا مع الدكتور شبيه تلحمي، مدير مركز السادات للسلام لدراسات السلام في جامعة ماريلاند والباحث الكبير في معهد بوكينجز. تزور مصر لربما الاطلاع على المشهد المصري عن قرب، كيف ترى واشنطن ما يحدث في مصر؟ واشنطن لها عدة وجهات نظر، لأن هناك تعددية في الآراء، وذلك وخاصة بالنسبة لما يحصل في مصر. خليني أبدأ في المواقف الرسمية. حتى بغض النظر على الأشخاص، هناك مواقف مؤسساتية. ننظر مثلا إلى المؤسسة العسكرية الأمريكية التي تؤيد المؤسسة العسكرية المصرية ولها علاقة وطيدة، وترى في هذه العلاقة مصالح هامة في الشرق الأوسط، ولذلك تريد المحافظة عليها وتستمر في هذه العلاقة. نرى إلى حد ما ذلك في وزارة الخارجية التي وطدت علاقات مستمرة مع مصر، وكذلك في البيت الأبيض. نعرف حتى أن الرئيس، أنا أعرف كانت هناك انتقادات كبيرة، ولكن إذا نظرنا لأحداث 3 يوليو، طبعا الولايات المتحدة قبل هذه الأحداث وبعد الثورة المصرية في 2011 لم تعرف ما سيحدث. الساحة في مصر لم تكن تؤيد الإخوان، يعني لم يكن خيار أمريكي. بالعكس، أقول لك مثلا عندما كانت الأحداث جارية في مصر كنت أذهب إلى الكونغرس عدة مرات للاستشارة، يطلب مني أعضاء الكونغرس اجتماعات ماذا سيحصل في مصر. كان هناك تخوفين، التخوف الأول هو ماذا سيحصل للعلاقات مع إسرائيل. الكونغرس طبعا يركز على القضية الإسرائيلية طبعاً. الملف الأول، والملف الثاني هل يمكن أن يصل الإخوان إلى الحكم، السؤال الثاني. تخوفات، تخوف، سؤال تخوف. فالولايات المتحدة لم تختار الإخوان كحزب ناجح. كان هناك طبعا علاقات خلال هذه الفترة، علاقات مبنية على تحليلات أتت من المحللين الخبراء، ليس فقط في الإدارة ولكن في الخارج، الذين يكتبون ويتابعون القضية. وهذه التحليلات كانت تقول أن الطيارات الرابحة في الشرق الأوسط هي الطيارات الإسلامية. هذا كان تحليل خاطئ أنا حسب رأيي، وكتبت
أنه تحليل خاطئ. هناك طيارات إسلامية قوية في الشرق الأوسط، ولكن التحليلات كان أنه يجب أن تتعامل مع الأمر الواقع. فعندما قامت الانتخابات البرلمانية في مصر وربح الإخوان وربح الحزب السلفي فأكثرية، كان هناك تقبل للواقع. الإخوان كمان لعبت الدور، بعثت في وفود إلى واشنطن لتهدئة الأمور، للاتفاق، للتعامل. فكان هناك تقبل للواقع. يعني التقبل الأمريكي لما حصل والتعامل مع الإخوان قبل انتخاب مرسي وبعد انتخاب مرسي، حسب رأيي أنا كان حتى بالعكس، كان مبني على أن المصلحة في العلاقة مع مصر هي مصلحة تفوق الأحزاب والفئات. إذا كان هذا هو إرادة الشعب المصري ستقبل الولايات المتحدة. بس لا، تصرفات آن باترسون هنا عندما جاءت سفيرة في 2011 وجاءت رافضة للإخوان في البداية، ثم بعد ذلك بدأت لقاءات مكثفة مع الإخوان وأعلنت يعني ليس دعمها، لأنها لا تستطيع كسفيرة أن تعلن، ولكن كان من الواضح تنسيق كبير مع الإخوان. كان أحد أهم الزيارات عندما يأتي أعضاء كونغرس، عندما يأتي أعضاء من الإدارة، كان أهم زيارة تكون لمكتب الإرشاد. يعني دي كانت إشارات واضحة، وكان في تنسيق أيضا كشف عنه بعد ذلك حتى قبل سقوط مبارك. خليني أقول لك، أنا طبعا لا غير ممثل رسمي لا للإدارة. مفهوم وثانيا لا أعرف كل ما فعلت هذه الإدارة في هذا الموضوع، فخلينا نحط ذلك على جنب. يعني فلا أعرف ماذا فعلت بالذات وماذا تحدثت مع من. لا يعني أنا أناقش فكرة أن أمريكا لم تكن تريد الإخوان. أمريكا لا، عم بقول لك أنه بعد نجاح الإخوان في الانتخابات المصرية ظنت أن هذا تقبل الواقع، ولذلك بناء علاقة مستمرة. وكان هناك حتى افتراض أن المنتخبين ليس لهم خبرة كثيرة في إدارة البلاد، ولذلك منساعدهم. فأنا يعني مش عارف الفكرة أنه محبة في الإخوان في الولايات المتحدة، محبة في الإخوان المسلمين أو محبة ما دي كان الصدمة اللي عندنا جميعا. ده مش وارد. الوارد كان أنه هذا الخيار، وبقول لك مثلا حتى الليبراليين لا بحبوا غالبية القاعدة السياسية بتاعت أوباما. خلينا حطها على جنب الإدارة، القاعدة السياسية بتاعت أوباما هم الليبراليين، لا يريدون خلط الدين في الدولة. حتى في الولايات المتحدة يهاجمون الأحزاب المتطرفة والمبنية على الدين، حتى الدين المسيحي وليس. فلذلك القضية لم تكن، القضية كانت افتراضات وتحليلات حسب رأيي أنا شخصيا. فماذا حصل بعد 3 يوليو؟ بعد 3 يوليو طب هناك طبعا التحليل الأمريكي، تحليل ينظر إليه من خلال الانتخابات الأمريكية، أنه الرئيس ينتخب ل4 سنوات والصندوق الاقتراع هو أنا طبعا هنا وضع ثوري وأنا عارف الوضع. وقبلته أمريكا في سقوط مبارك، قبلت أمريكا، ولكن طبعا اللي حصل في مبارك كان في الحكم مدة أطول شوية من مرسي. خلينا نصبر، كان لازم نقعد مع مرسي 30 سنة عشان تقبله أمريكا. فلا طبعا احنا بنحكي على الموضوع، ولكن بعد ما تبني علاقة مع جماعة لفترة من الفترات وفي انفستمنت في هذه العلاقة، طبعا مش من السهل التنازل بشكل سريع، وخاصة إذا كان الإطاحة لم تكن عن طريق الانتخابات. فكان مفهوم من البداية حسب رأيي أنا أن هناك دعم شعبي لما حصل في 3 يوليو على مستوى عالي، كان مفهوم. التحليل وشوفه حتى على الرغم من أنه الكثير من الصحف الأمريكية منها الواشنطن بوست وغير هذه الصحف قالت حاليا هذا انقلاب عسكري ويجب أن يصرح أوباما بهذا الموضوع. وأنت تعرفين أن القانون الأمريكي يقول إذا كان انقلاب لذلك يجب قطع كل المساعدات لمصر. لم يقم بذلك الرئيس على الرغم من كل الضغوط التي أتت من كل الفئات، لم يقم بذلك. طبعا هناك انقسام داخلي في هذا الموضوع كما أشرت إليه بدون شك. يعني في عندك ناس اللي لا يركزون على مصر أو حتى على الشرق الأوسط، يركزون على مبدأ ما يفكرون الانتخابات أو المبدأ الديمقراطي أو مبدأ هيومان رايتس كما يعرفونه.
أو كما يعرفونه، ولذلك يأخذون موقف من هذا الموضوع. هناك خبراء في الشرق الأوسط يقولون هذه مصلحة استراتيجية هامة للولايات المتحدة، يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع. ما نرى الآن هو تعامل مع الأمر الواقع. يعني الـ 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 إذا كان هناك افتراض في هذه الإدارة، إدارة أوباما، التي أتفق معها في بعض المواضيع وأختلف معها في مواضيع، وأنتقدها في بعض المواضيع علنيا وأوافق معها في مواضيع أخرى، ولكن نقطة مهمة هي أن ما يحصل في العالم العربي بالذات الثورات العربية ليست بيد الولايات المتحدة. مصير ما يحصل حتى لو تدخلت الولايات المتحدة بشكل أو بآخر لن يؤدي إلى نتيجة تختلف عن الإرادة الشعبية المصرية في هذا الموضوع. ولذلك إذا نظرنا إلى ما يحصل في الولايات المتحدة، ما يحصل هو تقبل الأمر الواقع. ولكن خليني أقول لك بس نقطة واحدة ونقطة، ما هو كان الـ يعني التقبل كان بيكون يمكن يكون أسرع. اللي حصل في رابعة بغض النظر عن الأسباب واللي صار، الاستنتاج كانت أنه مقتل الكثير، ولذلك كان دي رواية الإخوانية، المد انه مقتل الكثير. ما دي الروايه الاخوانيه، لم الروايه الاخرى مختلفه. لا مش مهم مين اللي عامل الروايه، ما كانش في روايه تختلف انه قتل الكثير، توقف الكثير بنعنى في ايه في الكثير يعني. لا يعني الاخوان تحدثوا عن 5000. طيب ده لما يكون موجود احنا كنا افترضت مش 5000 يعني، بس حتى لو قلت يعني عشرات او مئات، المهم انه عدد كبير. بس بين 5000 وبين 500. طبعا ولكن في وضع ال ال ال, ال القاعدة السياسية بتاعت الرئيس المركزة على قضايا عدم العنف والهيومن رايتس وكذا، كانت تطلب التراجع. شفتي انا حكيت انا مع المستشار بتاع كارتر جبيجنيو بريجينسكي، وهو مستشار كما تعرفين كان من ربما اكثر المفكرين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، ساعد كارتر على اتفاقية كامب ديفيد. فسألته مثلا بالنسبة هل كان ممكن على أوباما بأن لا يأخذ موقف في هذا الموضوع ويقول المساعدات تجاه مصر مستقلة عن هذا الموضوع، وهو طبعا يؤيد العلاقة مع مصر. قال حسب رأيه الوضع الداخلي للرئيس كان صعب في هذا الموضوع، لا يمكن للرئيس بأن ما يحصل هناك له رد فعل داخلي في الولايات المتحدة. لكن أعود بك إلى ربع، لأن ربع هذه قضية شوهها البروباغندا الإخوانية، وربما لم تكن الحكومة المصرية قادرة على مواجهة ذلك لقصور كثير. يعني عندما يعني كان في مشهد المهم للسيدة اللي كانت أمام البيت الأبيض أو اقتربت من البيت الأبيض في سيارة وثبت بعد ذلك وقتلت في سيارتها، دي ست واحدة وكان معاها طفل في الباك سيت، وست قتلت بدم بارد لمجرد انها اقتربت وضربت الحاجز. ده التعامل العسكري او التعامل الامني الامريكي مع من يتخطى الحواجز. انا هنا بتكلم على تجمع لعشرات الالاف مسلح استهدف مواطنين، عذب مواطنين، وايضا استهدف جنود عندما بدأوا بالفض ومحاولات الفض السلمي سواء بالخراطيم المياه او بقنابل مسيل الغاز، وكان أول القتلى كانوا من الجنود. فإيه المطلوب من يعني من الشرطة المصرية ومن الجيش المصري في هذه الأمر إن هم يقفوا ويسيبوا هذا الاعتصام؟ هنا المشهد مختلط. طبعا أنا شخصيا ما عنديش روايتي الخاصة، أنا ما كنتش موجود ولا عندي ولا إلي الحق أنه أخذ قرار في الموضوع. لكن حاجة بتقول لي أنه هو ده المشهد اللي بس بقول لك المشهد طبعا المشهد كما رؤية في واشنطن، والمشهد كما أقول لك مثلا أنت قاعدة في واشنطن في عندك رواية الإخوان وفي عندك رواية المؤسسة العسكرية المصرية وفي عندك رواية الصحافة المصرية وفي عندك رواية مستقلة من منظمات حقوق الإنسان الغربية الموجودة. إذا كان في هذه الأوضاع التي لا يثق فيها الفرد أمام العنف والقتل، لا يثق فيها في أي طرف له يد في الموضوع، سيأخذ تقرير
منظمه عقل منظمه عقل. بس هذه التقارير كان فيها كثير من العوار. طيب وكان التقرير اذا قراناه يعني امنستي انترناشونال التقرير كان الفقره الاولى تناقض الفقره الثانيه والفقره الثالثه تناقض يعني اذا قراناه بشكل تحليلي هذه التقارير مش دايما اكيوريت ومش دايما بس دقيقه. بس انا عم بقول لك انا طبعا مش عم ببرر لك القضايا عم بقول لك هاو داز ات لوك كيف بيشوفوها الامريكان. فخليني بس اقول لك كمان موضوع ثاني. الموضوع الثاني هو انه طبعا مش بس الثقة موجودة في المنظمات الغربية هذا متوقع. الثقة راح تكون في اللي ليس لها يعني يد في الموضوع ولكن هناك طبعا بعض الإشارات من الإشارات التي أدت إلى ذلك هو طبعا انسحاب محمد البرادعي لأنه محمد البرادعي له وجه كان في هذه الدور وانسحابه في من الموضوع أثر على فكرة على فكرة إنه كان مش الـ 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 العمل ما كانش سليم. ولكن على غض النظر على اللي حصل بقول لك بس فكرة فكرة الآن مثلا أنا لما بنظر اللي بشوف اللي بيصير في مصر وأنا شايف إنه خارج الطريق تطبق شايف إنه إن شاء الله الدستور يمر الأسبوع الجاي وشفت الحلقة اللي قدمتيها ووضحت بعض واجتمعت مع العزيز عمرو موسى طبعا اللي بقدره لمواقفه وجهوده وبعرف انه الجهود جديه يعني ترى ان الدستور او مرور الدستور ده يكون بيلدينج بلوك او اولا مهم بيلدينج بلوك مهم جدا وخاصه اذا كان طبعا تصويت شعبي يؤيد الدستور وطبعا يعلن عن انتخابات بيكون طبعا شيء إيجابي جدا للمرور من هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أخرى سيكون إيجابيا. ولكن كما قلت للعنف قضايا نحن نعرف أن العنف يستغل من ما هو ده السؤال هل العنف الإخواني الذي نواجهه كل يوم في الشارع هؤلاء القتلى اللي بيسقطوا من الجيش من الشرطة استهداف ضباط بعينهم الأطفال اللي بيتقتلوا هل الصورة دي موجودة في واشنطن ولا الصورة غائبة؟ طبعا موجودة الصورة ولكن ليس هناك أي تحديد بالنسبة لمن يقوم بذلك العنف. يعني هو أكيد مش هياخده ويحطه بادج يعني الفكرة يعني مش هيحطه هنا بادج إيه أنا أنتمي لإخوان المسلمين يعني ما. وبعدين الفكرة طبعا أنه لما بيصير مواجهات على مستوى عالي مثلا نقول في طبعا عنف لسه محدود الحمد لله يعني خلال الفترة القصيرة ولكن إذا صارت مواجهة كبيرة وخاصة بعد القرارات الدستورية وإن قتل عشرات أو مئات طبعا مهما كان الوضع سيكون رد فعل سلبي. إحنا عايزين بس يعني نستعير قوات الأمن الأمريكية وبجد والله نستعيرها ونخليها نديها المهمة دي احنا نستعيرها ونقعد جانبا كده ونديها المهمة ونشوف كيف ده قتلت السيدة وطلعت انها مريضة نفسيا قتلت بدم بارد جوه السيارة لمجرد انها خبطت في الحاجز ده ما استحملوش يعني اتمنى انا عايزة والله يعني هقترح السيد وزير الداخلية وان هم يستعيروا وهم يبعتوا لنا سكواد تيمز ويتعاملوا مع هذه القوات ويشوفوا بقى مسلحين مش مسلحين ونشوف هيحصل ايه. اسمح لي نخرج فاصل ده مش موضوعي انا عارفه لكن مش موضوعي والحمد لله مش موضوعي اشكرك خلينا نخرج فاصل وبعد الفاصل نتابع هذه الملفات مع الدكتور شبلي تلحمي وربما يكون الملف القادم هو القضيه الفلسطينيه والمفاوضات الفلسطينيه الاسرائيليه. في الدقائق القليلة المتبقية حنناقش الملف السوري ثم الملف الفلسطيني مع الدكتور شبلي تلحمي. دكتور الملف السوري فجأة اختفى من على شاشة الرادار الأمريكي وكان هو الملف الأهم وضرب سوريا وضربة جوية ولا ضربة إيه ثم انتهى الأمر بتفكيك السلاح الكيميائي. هل كل هذا من أجل أمن إسرائيل وانتهى الأمر؟ لا ما أعتقدش حتى بالنسبة لسوريا الإسرائيليين بحد ذاتهم منقسمين في الموضوع. اللي حصل في سوريا إنه الرئيس المفاجأة لي شخصيا إنه أصلا قرر إنه يقوم بعملية عسكرية في سوريا. أقول اتفاجأت ليه لأنه هذا الرئيس قال إنه لن أتحرك
بدون موافقة دولية على مستوى الدولي، على مستوى التحرك العسكري. كان منتقد لحرب العراق التي خاضها بوش، كان لبوش ائتلاف ولكن ليس موافقة مجلس الأمن الدولي. لم يحصل على مجلس موافقة من مجلس الأمن الدولي، لم يحصل على اتفاق من نيتو. حتى في نهاية الأمر الحليف الرئيسي في أوروبا بريطانيا رفضت التدخل العسكري. الرأي العام الأمريكي كان مخالف لهذا الموضوع. فلذلك القرار المفاجئ بالنسبة لي هو كان أنه أخذ قرار وانتقدت في هذا القرار. ليه؟ لأنه كان هو عارف والإدارة عارفة أنه في سوريا هناك رأي عام عربي. الرأي العام العربي طبعا يعارض الأسد وما فعله الأسد، واضح. وكل كانوا في مصر ولا في دول الخليج بكل الدول واضح، ويتعاطف مع الشعب السوري. ولكن العالم العربي لا يرى أن الحل هو التدخل الأمريكي. هناك التدخل الأمريكي الرأي العام العربي لا يثق بأن اليد الحل بيد الولايات المتحدة. فلذلك يعني كان يعمل إيه، خاصة إذا كانت التحرك العسكري في نهاية الأمر كان لن ينهي حتى الأسلحة الكيماوية. يعني يكون بس معاقبة بدون نتيجة حتى على مستوى. لذلك لما راح على الكونغرس تفاجأ هو وأعضاء الكونغرس، تفاجأ لأنه المعارضة الشعبية الأمريكية للتدخل العسكري هائلة. حتى أن الكثير من اللابيات التي عملت لصالح خوض هذه المعركة فشلت في هذا الموضوع. هل جنيف 2، عشان الوقت بس، جنيف 2 واحتمال فشلها، وواضح أنها حتى هذه اللحظة يعني ليس لها مستقبل، ما مستقبل سوريا إذن؟ قبول ترشيح الأسد مرة أخرى 2014 والموضوع يمشي كما هو؟ طبعا الوضع حاليا لصالح الأسد على الأرض طبعا. تحركت الأمور وطبعا ما فيش تدخل عسكري وارد. ولكن نكون واضحين، المشكلة في سوريا ليست فقط الداخلية بين السوريين، هناك مشكلة داخلية، هناك تدخل خارجي، هناك الصراع الأمريكي الروسي، هناك الصراع الإيراني السعودي. ولذلك في نهاية الأمر حسب رأيي أنا، على الرغم من المشكلة الداخلية السورية التي يجب حلها، المفتاح التقدم في هذا الموضوع هو هذه الأطراف المهمة خارجيا، السعودية وإيران وروسيا والولايات المتحدة. يجب أن تؤثر على كل الفئات التي تتدخل في سوريا. هذا هو الباب والمفتاح لأي حل في سوريا. الملف الفلسطيني والمفاوضات التي لا تبدو لها طريق، لا يبدو لها نجاح، ومدتها 9 أشهر، مضى منها ما يفوق عن 4 أشهر الآن. إذن ماذا بعد لأبو مازن أولا بالنسبة للقرار الأمريكي التركيز عليه هذه المفاوضات. أنا أعتقد أن الرئيس أوباما ووزير خارجية كاري يعتقدون بأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي ليس مهم على الشاشة حاليا لا زال هو مفتاح العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي، لذلك يركزون على هذه القضية. وثانيا هناك تفسير، وأنا من هذا التفسير، أنه إذا فشلت هذه المفاوضات لن يعد الكثير يعتقد أن هناك احتمال حل الدولتين. يعني حل الدولتين حتى التغييرات اللي بصير على الأرض غيرت المعادلة. يعني أو بيصير حل خلال هذه السنة أو لن يثق أحد بحل الدولتين، ستتحول الأمور إلى أمور إلى معادلات أخرى لا يعرف أبعادها. لذلك هناك محاولة أمريكية حسب رأيي محاولة جدية، ولكن هذه الجدية حتى الآن لم تمتحن، ستمتحن خلال 6 أشهر القادمة. أولا، هل الرئيس أوباما سيدعم وزير الخارجية 100%؟ لأنه في نهاية الأمر القرار وقرار الرئيس وليس قرار وزير الخارجية. ثانيا، حسب رأيي أنا شخصيا، لن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون بالتوصل إلى حل لوحدهم، غير وارد. فلذلك هل سيكون هناك مشروع أمريكي مطروح مع استعمال النفوذ الأمريكي واستعمال مجلس الأمن والدول الأخرى لإقناع الأطراف؟ إقناع إسرائيل أساساً، يعني الطرف إسرائيل. وطبعاً نحن نعرف أن هناك تنازلات من الطرفين مطلوبة،
لهذا الحل. يعني حتى الفلسطينيين طبعا ما فيش حد بيقدر يكون في حل إلا بدون ما يكون قضايا مهمة يجب التنازل عنها. توقعاتك أنه ربما مع يعني أنه وصول الاتفاق مبدئي في القضية في الملف الإيراني وهدوء الملف السوري قليلا يكون التركيز الأهم الآن على مفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ نعم، ولكن هناك ربط سلبي. أقول لك الربط السلبي، لأنه المشكلة أنه توقيت المفاوضات الإيرانية، طبعا المفاوضات ستستمر خلال 6 أشهر. نعم. ستكون أصعب مما كانت عليه في الآن، وتخوفات إسرائيلية من هذا الاتفاق وتخوفات عربية من هذا الاتفاق، لذلك إسرائيل قد تستغل الملف الإيراني لعدم تقديم التنازلات في الملف الفلسطيني. وأمامهم أيضا 6 أشهر أخرى. 6 أشهر أخرى، وهناك أطراف عربية لا تريد أن تتعامل مع الولايات المتحدة في هذه الظروف لغضبها على الولايات المتحدة من الملف الإيراني، لذلك أمام الولايات المتحدة تحديات هائلة. نعم. خلال الأشهر القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، برحب بك في القاهرة دكتور شبلي تلحمي. شرف. بشكرك على هذه الرؤية التي يعني جابت بنا المنطقة من إيران إلى سوريا إلى مصر إلى القضية الفلسطينية، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وأشكركم أعزائي المشاهدين، بكرة نتقابل بإذن الله. ما زالت لجنة 50 تعمل يعني حتى ساعات متأخرة في محاولة لحل مشاكل الدباجة، مشاكل نظام الحكم، مشاكل أخرى. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن يكون لدينا دستور جدير أن يعني نخرج لنصوت عليه تصويت شعبي جارف. أشكركم، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.